that يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضاء المصرية أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا بسانتو. صباح الخير عليك يا بسانتو وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر حلقة يوم الأربع الموافق 12 يوليو 2023 في الحقيقه كده تعالوا نرجع ورا سنتين او ثلاث سنين تقريبا كان عندنا حلم حلم اللي يكون عندنا مدينه عالميه على يعني غرار كبرى المدن العالميه في العالم مدينه ترفيهيه النهارده الحلم بيتحقق النهارده الحلم فاضل عليه تكه زي ما بيتقال لان بكره هيكون في حدث استثنائي في مصر حدث تتوجه ليه انظار العالم كله وهو انطلاق مهرجان العالمين الجديده في نسخته الاولى 2023 الحدث ده تحديدا بيعتبر هو الحدث الترفيهي الاكبر مش بس في مصر لكن في الشرق الاوسط ككل وهيكون فيه اقوى الفعاليات بنتكلم هنا على فعاليات رياضيه بنتكلم على فعاليات غنائيه ايضا ومسابقات وحفلات موسيقيه هيقدمها اشهر واهم نجوم مصر والوطن العربي مثلا المؤتمر الصحفي اللي اتعمل في نورث سكوير في مدينة العالمين تضمن شعار العالم عالمين ده كان شعار المهرجان اللي هتستمر فعالياته لحد يوم 26 أغسطس ولغاية 44 يوم من هذا التاريخ ومن المتوقع أنه يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي في تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار في مدينة العالمين الساحرة اللي بتمثل إضافة لمظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر والشرق الأوسط في الحقيقة كلنا عارفين أنه أي مدينة ساحلية في العالم فيها اه اكتيفيتيز كده او نشاطات مختلفه بتتعمل فيها عشان تجذب السياح خلينا خلينا نقول بقى ايا كان فاشن ديزاينر بيعمل العرض بتاعه هناك او مهرجان تسوق او 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 ايا كان ايه هو ففي الحقيقه مدينه العالمين الجديده هتتضمن حاجات كثيره قوي او مختلف النشاطات اللي ممكن تجذب نوع سائح مختلف عن السائح اللي احنا يمكن متعودين عليه واحنا دايما متعودين يا عبد الصمد انه يمكن مدينه العالمين الجديده ام ام او متعودين ان الساحل الشمالي عامه كان يقتصر فقط على المصريين النهارده احنا قادرين نشوف مظاهر جذب للسائح بطريقه مختلفه حتى السائح يكون في مليون كمان مليون سائح او مليون زائر في مهرجان العالمين في نسخته الاولى يا انت حقيقي لا حقيقي ومش بس كده انت اتكلمتي يا بس انت على مدينه العالمين مدينه العالمين دي بتعتبر دره التاج في بحر الابيض تحديدا لان هي الشاطئ بتاعها يعتبر من اروع واحسن الشواطئ اللي موجوده في العالم احنا بنتكلم على ميه نقيه بنتكلم على عناصر جذب كتيره قوي موجوده في المنطقه دي اللي حولتها من مجرد مكان كان بيشتغل زي ما قالت بسنت آه يمكن ثلاث آه آه شهور في السنه كلها للنهارده نمط جديد بيضاف لي المدينه دي من خلال مدينه العالمين وتواجدها في الساحل آه الشمالي او وقع ما بين الساحل الشمالي ومطروح آه تحديدا بنتكلم على النمط ده اللي بيخلي الحياه موجوده ده طول ايام السنه وهو ده الفكر الجديد اللي بتسعى ليه او كانت بتسعى ليه مصر خلاص بقى احنا النهارده بنتكلم بالماضي آه شويه لان خلاص قطعنا نشاط كبير قوي قدرنا النهارده اللي احنا يبقى عندنا يعني عدد كبير جدا من دعائم النشاط السياحي اللي موجود في المدينه دي النهارده تحولت المدينه ليمكن لي آه زي ما شفنا والصور دلوقتي موجوده امام حضراتكم لمقصد سياحي هام مش بس مقصد سياحي بنتكلم على مدينه المدينه بتضم كل انماط وفئات المجتمع المصري تحديدا بكل شرائحه المختلفه خلاص النهارده حان الوقت ان ينظر لنا العالم بنظره مختلفه تماما عن النظره السابقه طبعا المهرجان هيشارك فيه اكثر من 40 نجم من نجوم الرياضه على المستوى المحلي والاجنبي وهيقام فيه كمان سباق ترايثلون ده غير يعني او بيعتبر ثلاث رياضات تانية موجوده كمان بالاضافه لده هيكون موجوده في فعاليات هذا المهرجان زي السباحه وركوب الدراجات والجري وكمان هيتم فيه تنظيم عروض للطائرات وبطوله دوليه ار سي للكره الشاطئيه وسباق للسيارات بنتكلم على انشطه مختلفه مش بنتكلم بس على مهرجان غنائي زي ما كنا بنشوف ليالي التلفزيون زمان لا النهارده بنشوف مهرجان متكامل يا بس انت مهرجان فيه ترفيه فيه ثقافه فيه ندوات فكريه فيه ندوات رياضيه فيه نجوم من دول العالم المختلفة هيكونوا مشاركين ايضا نجوم رياضه موجودين في هذا الحدث بنتكلم على حدث بيعتبر مصدر جذب حقيقي لكل انواع السياحه حقيقي يعني كمان خليني ازود على الحاجات اللي انت قلتها ويمكن اتكلمنا عنها في الحلقه امبارح انه هيبقى في اكتر من عشرة من الديزاينرز او الفاشن ديزاينرز العالميين هيكونوا موجودين على ارض مدينه العالمين الجديده في كيس تشالنجرز uh, في uh, uh, يعني اووردز للعالمين وبتسمى عالمين اووردز في حاجات كتيره قوي هتبقى موجوده في المهرجان لانه زي ما اتكلمنا انه هيبقى 44 يوم فهيبقى في تنوع في النشاطات المختلفه uh, اللي موجوده في المهرجان خليني اقول انه uh, كمان في حفلات غنى وموسيقى ويمكن اعلنوا عن النجم تامر حسني في حفله الموسيقار الكبير عمر خيرت النجمه اليسا حفل الفنان راغب علامة النجمة نانسي عجرم كمان في الفنانة أنغام وفرقة كايروكي وكمان المغني العالمي راس كلنا عارفينه ويعني ناس كتير عارفاه وبتحبه أعتقد أن التنوع في الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية ده هيخلي مدينة العالمين هي حديث العالم كله طول فترة المهرجان وزي ما تكلمنا أنه في نوع سايح مختلف يعني احنا بنحاول ان احنا نجذبه في هذه المدينه اللي في الحقيقه فيها تطورات كتيره جدا ويمكن اللي راح مدينه العالمين شاف زي ما كان عبد الصمد بيقول ان هي ما بقتش مدينه بس للصيف لا مدينه ينفع تقضي فيها باقي فصول السنه طيب الحاجات دي هتفيدنا بايه في تقرير انا قريته امبارح لقينا فيه انه حوالي 7 مليون سائح زاروا مصر في الربع الاول او النص الاول من السنه ومصر بتستهدف على 20 30 يكون بيزورنا اكتر من 30 مليون سائح فالنهارده بنتكلم على فرص استثماريه جديده جذب نوع مختلف من السياح نمو اقتصادي فرص عمل تعزيز النشاط الترفيهي والنشاط الاقتصادي عندنا حاجات كتيره قوي بنعملها لما بنعمل مهرجانات زي دي مش بس الناس اللي يعني اللي بتزور الساحل الشمالي او مدينه العالمين هي اللي هتستمتع بهذا التنوع او هذا الاختلاف لا كمان في نوع سائح مختلف وخلينا نتكلم عن السائح العربي بالتحديد صحيح. اللي بيسافر مدن عربية مختلفة عشان هذا النوع من النشاط الترفيهي خليني أقول والمختلف فالنهاردة في الكرة الشاطئية الناس اللي بتحب الشاطئ مثلاً وتتجه لهذا النوع من السياحة أو الرياضيات موجودة الحاجات الشاطئية الصبح موجودة بالليل في حاجات مختلفة هتحصل ف النهارده مصر لما بتقول انا على 20 30 انا عايزه استهدف 30 مليون سائح انا لازم يكون عندي تنوع ولازم يكون عندي آه فيجن او رؤيه <applause> عفوا السائح ده هيكون محتاج ايه؟ فاش اعتمد على حاجه واحده او على مدينه واحده او على السائح اللي بينزل تشارتر على على مدينه واحده ويروح يزور اثار او ايا كان او بحر احمر او ايا كان ايه هو وبس ويرجع بلده لا هو هيجي مصر هيقعد يلف شويه كده على المدن المصريه المختلفه لانه في الاول وفي الاخر زي ما انت كنت بتتكلم مصر فيها كل حاجه لا وفكره دلوقتي ان انت جمعتي كل يعني ما يريده السائح تحديدا او السائح في مكان واحد وهو العالمين الجديده اعتقد ده بيخليها كمان نوع من انواع يعني مصادر الجذب اللي موجوده للسياح بشكل عام وهنا بنشجع بنشجع سياحه محليه بنشجع سياحه عالميه وفكره ان انت تكون موجود يعني او يعني زي ما انت ما قلت بس انت بيبقى فيه يعني ناس من كبرى العاملين في مجال الفاشن ديزاين ده ناس من المهتمين وانا عارف ان انت بتهتمي شويه بالحاجات دي شوية. <applause> خلاص هتلاقي 40 نجم من نجوم الرياضه سواء كانت المحليه او العالميه حقيقي. مش بس كده لا احنا عندنا في مهرجان العالمين بنتكلم على رياضات كتيره قوي هيكون في يعني ماراثون موجود فيها بنتكلم كمان على انشطه غنائيه وما ادراكي على حفلات الساحل وليالي الساحل خطيرة. بتعيد لنا كده عارفه زي زمان كنا بنتفرج على ليالي التلفزيون النهارده كنا بنشوف هي فين النهارده بقى عندنا نسخه اكبر مش بس فن، فن رياضة، ثقافة، ندوات فكرية موجودة، عروض مسرحية موجودة لأن خلاص بقى عندنا في مدينة العالمين خلاص مدينة متكاملة، الحلم النهاردة ظهر للنور والحلم بيتحقق وخليكم دايماً فاكرين إن الأحلام لا تسقط أبداً بالتقادم، نصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر. بنصبح على من جديد وخلونا دلوقتي نروح نصبح على زميلتنا هاله الحملاوي ونتعرف منها على اخر اخبار المرور والطقس في القاهره والمحافظات صباح الخير عليك يا هاله صباح الفل يا فسان صباح الفل يا عبد الصمد يعني. يعني درجة الحرارة في معدلاتها الطبيعية النهاردة 35 يعني ده مش طبيعي يعني في الم... <applause> المعدلات الطبيعية في الوقت ده مش <applause> في العموم <applause> احنا في في يوليو برضه يا عبد الصمد يعني ما تنسيش احنا <applause> عايز الصيف دلوقتي على العموم خلونا الأول نستعرض مع حضراتكم جولة مرورية في مناطق مختلفة من مصر وبعد كده هنبص على النشرة الجوية هنبدأ جولتنا من القاهرة تحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركة في عدد من المناطق لغاية منطقة وسط البلد ورحنا لميدان العتبة هنفضل ماشيين وناخد طريق شارع الجيش هناك هنلاحظ ان في بعض الكثافات النسبيه لحد شارع بورسعيد شويه بشويه الطريق هتقل فيه الكثافات ونفضل في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقه الظاهره هناك في بعض الكثافات المروريه المتقطعه واللي ممتده لحد الشوارع المؤديه لغايه شارع رمسيس واللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المروريه واصله وممتده لحد مسجد النور في العباسيه طيب لو هناخد طريق كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية نسبية للسيارات امام اللي جاي من الجيزة في اتجاه مناطق وسط البلد هنلاقي برضه ان في كثافات ثانية في الاتجاه العكسي. نفس الموضوع للي جاي من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر. بالنسبة لنفق الازهر هنلاقي ان في تباطؤ بسيط في حركة المرور للي جاي من صلاح سالم لغاية ميدان الاوبرا والعكس. هنروح لحلوان وهنبدا جولتنا المرورية هناك من كوبري النيل اللي بيشهد سيولة مرورية في الوقت الحالي وهنفضل ماشيين لحد ما نوصل لمسجد الشهيد هناك هنلاقي بعض الكثافات النسبية اللي مكملة لحد الكورنيش وواصلة لحد طريق القاهرة الوسطى. لو فضلنا مكملين على نفس الطريق هنلاقي إن بعض الكثافات بدأت تقل تدريجياً لكن هنرجع تاني بمجرد وصولنا لطريق حلوان الكريمات. ونستكمل جولتنا في شوارع الجيزه في سيوله مروريه بمدان مصطفى محمود وشارع جامعه الدول العربيه وشارع السودان لو رحنا بالقرب من محطه مترو جامعه القاهره بدءا من نزله كوبري اكتوبر فيصل هنلاقي ان شارع التحرير فيه كثافات مروريه نسبيه وايضا في بعض الكثافات اللي بدات تظهر على اعلى كوبري الجامعه. كمان لو رحنا لمحور صفت هنلاقي بعض الكثافات المروريه اللي بتزيد قبل اشاره جامعه القاهره. من شارع الهرم هنلاقي ان بدات تظهر فيه بعض الكثافات المروريه نتيجه التحويلات في الاسماعيليه هنلاقي ان طريق عثمان احمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعه والاستاد ومجمع المحاكم فيه سيوله مروريه ما عدا بعض الكثافات المتحركه واللي ما بتاثرش على حركه الطريق اما المتجه لبورسعيد ففي سيوله مروريه في طريق الاسماعيليه بورسعيد هنلاقي كمان في سيوله مروريه كبيره خاصه على الطريق الدائري حوالين مدينه الاسماعيليه محافظة سوهاج اللي هنبدا فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد بعض الكثافات النسبية هنمشي كمان شوية هنلاقي ان طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية كمان في بعض الكثافات المرورية اعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة في كثافة كثافات نسبية وفي كثافات نسبية كمان على طريق مستشفي جامعة سوهاج. كمان في بعض الكثافات المرورية البسيطة اللي بتزيد مع ساعات الزورة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير خلصت نشرتنا المرورية تعالوا بقى نستعرض مع بعض جولة سريعة كده عن أحوال الطقس النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية لسه في نشاط للرياح على كافة المناطق مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ودرجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42 أقل درجة حرارة في مطروح هي 29 درجة طبعاً هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بس بعد شوية مرحبا بحضراتكم من جديد وخلونا دلوقتي نبدا بالاخبار اللي حصلت امبارح واللي كان ابرزها المؤتمر الصحفي اللي عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالعاصمه الاداريه الجديده واستعرض فيه موقف الطروحات الحكوميه والاجراءات الخاصه بزياده مشاركه القطاع الخاص في الانشطه الاقتصاديه. يمكن بس انت المؤتمر ده تحديدا كان يعني برضو نقطه هامه جدا في نشاط الحكومه لان نوع من انواع المصارحه والمكاشفه وبنقول للناس احنا وصلنا لحد فين في برنامج الطروحات وفي نفس الوقت بنعرف الناس فكره التخارج اللي موجود للحكومه وزياده يعني تواجد القطاع الخاص في الاقتصاد تحديدا لان في وقت من الاوقات كان لابد من وجود الحكومه علشان خاطر تقدر اللي هي تعمل استقرار الى حد ما وتقدر تضخ يعني اموال في عدد كبير جدا من القطاعات الهامه لان احنا كنا خارجين من يعني ثورات وكان في تهالك قدرنا ان احنا نبني مؤسسات الدوله والنهارده بدات الحكومه تتخارج من القطاع الاقتصادي وتزود تواجد القطاع الخاص لزياده الفرص الاستثماريه والمنافسه. كمان الدكتور مصطفى مدبولي ترأس بالامس اجتماع الحكومه لمناقشه عدد من الموضوعات والملفات ووجه بسرعه تنفيذ مشروعات تطوير الخدمات في واحد سوى بمحافظه مطروح. خلونا نعرف تفاصيل هذا الاجتماع واخبار ثانيه في سياق هذا التقرير. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح أبرزها المؤتمر الصحفي اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وقال إن برنامج الطروحات نجح في الحصول على 1.9 مليار دولار نتيجة التخارج من شركات الدولة وإن الحكومة بتركز على تشجيع القطاع الخاص امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع الحكومه لمناقشه عدد من الموضوعات والملفات واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالاشاره للجوله التفقديه الموسعه اللي قام بيها بصحبه عدد من الوزراء للمشروعات التنمويه والخدميه الجاري تنفيذها بواحد سيوه بمحافظه مطروح ووجه رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه بضروره العمل على تجديد شبكه المياه بالواحه وحل مشكله مياه الشرب بوجه عام كما كلف بسرعه الانتهاء من اعمال ازدواج الطريق الممتد وهو مطروح اللي بينفذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزاره الاسكان امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكره تفاهم بين كل من وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه والهيئه العامه للتنميه الصناعيه بشان التعاون في مجال رفع القدرات والاداره الاستراتيجيه ونشر التميز الحكومي وتطوير تقديم خدمات الهيئه عن طريق المراكز التكنولوجيه المتنقله امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك ان الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي التقى بعدد من مقاتلي القوات الخاصة وذلك بقيادة قوات المظلات وده بياتي في اطار اللقاءات الدورية اللي بتقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات اللي بترتبط بالقوات المسلحة وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة امبارح نظمت اكاديميه الشرطه فرقتي حمايه المدنيين بمناطق الصراع ودور المراه كعنصر شرطي او مدني في مهام حفظ السلام للكوادر الامنيه من دول الكومنولث وده بياتي في ضوء ما تقوم به الدوله المصريه من دور هام ومحوري في دعم منظومه الامن والسلم الدوليين من خلال المساهمه في مهام حفظ السلام الدوليه التي لم تقتصر على المساهمه الميدانيه بكوادرها بل تمتد ايضا الى المساهمه في تدريب وبناء قدرات الكوادر الاجنبيه المشاركه في تلك المهام خلونا نرجع مره تانية ونتكلم على الحدث الابرز اللي هينطلق غدا وهو مؤتمر المؤتمر الصحفي اللي تم فيه الاعلان عن هذا الحدث وهو العالم عالمي لان امبارح كان في المؤتمر الصحفي للاعلان عن جميع فعاليات مهرجان العالمين الجديده واللي هيقام في الفتره من 13 يوليو ولحد 26 اغسطس 2023 تحت شعار العالم عالمي حقيقي كمان وحضر او حضر المؤتمر عدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامه ورجال الاعمال وممثلي الشركات المنظمه للمهرجان فخلونا نشوف مع بعض جزء من المؤتمر ونرجع من بعده نكمل بقيه فقرتنا ومن المستهدف أن يستقبل المهرجان مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي لتصبح مدينة العالمين الجديدة من أفضل الوجهات في العالم احنا الشركة بكامل طاقتها بكامل كوادرها في الفترة اللي فاتت شغالة على الموضوع لأن الموضوع الحقيقة ما يخص الشركة الموضوع بيخص البلد كلها احنا العالمين بالشكل الرائع اللي انتم شايفينه بالتخطيط الجميل اللي انتم شايفينه بالبحر اللي ما حصلش ده احنا عايزين نعمل مهرجان يليق باسم العالم المشاركه في الدوره الاولى لمهرجان العالمين بالنسبه لنا حلم بدا يتحقق لان احنا مشاركتنا في العالمين الجديده بدات من سنين مع بدايه الدوله وتطوير العالمين الجديده ومع بدايات الترويج ليها كانت سيتي ادج موجوده فلا يمكن ان احنا يعني نغفل دور مهرجان زي كده هيكون الانشطه فيه متنوعه ما بين عروض ازياء وما بين عروض فنيه وثقافيه وحفلات انا النهارده شايف ان احتفاليه بالمدينه الجميله اللي احنا فيها دلوقتي بنشهد فيها تطور كبير جدا بنشهد فيها حاله من حالات الـ 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 يعني التمتع بما تقوم به الدولة من تطوير لمنشآتها وللمدن اللي محتاجة ان احنا نبدأ نوصلها بشكل كبير ونبدأ نقدم فيها خدماتنا بشكل متطور احنا من تحت مظلة مهرجان العالمين الترفيه السنة دي عملين ان شاء الله نورث سكوير هيستضيف ثلاث فعاليات مهمة جدا الكوست الكورة اللي هي كورة الشاطئية اللي هو التحدي الجيل الذهبي مع بعضه هيبقى في على مدار ثلاث ايام الخميس والجمعة والسبت الجايين وبعد كده عندنا الانترناشنال فاشن شو بتاع مايكل سينكو هيبقى اول مره يجي مصر ويعمل انترناشنال فاشن شو هنا في البلازا اللي حضرتك شايفها دي الفكره جات لنا ان احنا تبع طبقا للاستراتيجيه لل... لل... اللي اتبعها مهرجان العالمين انه يكون الاحداث منظمه في كل اماكن المدينه العالميه ما فيش مكان في العالميه ما بقاش في حدث رياضي فاحنا كان عندنا فكره لتنظيم بطوله الكره الطائره الشاطئيه العالميه لاول مره في مصر فكانت فرصه كبيره ان احنا نبقى موجودين تحت مظله مهرجان العالمين كان شوط كبير جدا في في الملف مع الاتحاد الدولي العالمين تبقى في مكانها الحقيقي في العالمين توصل انها تبقى موجوده على خريطه المهرجانات في المكان الحقيقي اللي تستحقها اللي هي الرياده اما بالنسبه للاخبار اللي معانا في المحافظات فمحافظه الدقهليه اعلنت عن تخصيص 2 مليار جنيه للمشروعات الخاصه بتحسين البيئه اما في الغربيه فتم البدء في تصفيات مسابقه المشروع الوطني للقراءه في المدارس الغربيه خلينا نروح لمحافظه الشرقيه لان امبارح تم الاعلان عن ارتفاع توريد القمح للشون والصوامع ل 534 الف طن وفي سوهاج تم توقيع الكشف الطبي على اكثر من 38 الف مواطن في القوافل العلاجيه خلونا نعرف تفاصيل اكثر في محافظات الجمهوريه المختلفه من خلال هذا التقرير محافظات مصر شهدت امبارح اخبار واحداث كثيره، في الدقهليه اكدت المحافظه ان تكلفه الاستثماريه اللي انفقتها الدوله على ملف تحسين البيئه بالمحافظه بلغت 2 مليار جنيه تقريبا خلال ثلاث سنين من خلال عدد من المحاور منها رفع المقالب العشوائيه وانشاء وتطوير مصانع تدوير المخلفات وانشاء مدفن صحي طبقا للاشتراطات البيئيه. في الغربية أعلنت مديرية التعليم انطلاق فعاليات التصفيات قبل النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة 2022-2023 للطلاب والمعلمين الفائزين من الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة وهتستمر الفعاليات لمدة ثلاثة أيام بنطاق المحافظة في الوادي الجديد أعلنت مديرية الشباب والرياضة انطلاق فعاليات دوري الأندية الصغيرة والأحياء بيشارك في الدوري 64 فريق على مستوى المحافظة في خماسي القدم، وهتستمر فعاليات الدوري حتى نهاية شهر سبتمبر القادم. في جامعة المنوفية تم الإعلان عن انطلاق ملتقى التوظيف في 18 من يوليو الجاري بالصالة المغطاة باستاد الجامعة. الملتقى هيضم عدد كبير من الشركات وهيتم عمل منصه توظيف الكترونيه لعرض الوظائف ومتطلباتها وشروط التقديم لكل وظيفه ده بالاضافه لاقامه ورش عمل تخدم احتياجات سوق العمل وتسهم في تاهيل الخريج للوظائف المطلوبه في سوهاج قامت مديريه الشؤون الصحيه بتوقيع الكشف الطبي وفحص 38860 مواطن ومواطنه ضمن فعاليات المبادره الرئاسيه 100 مليون صحه خلال 30 يوم وشملت خمس مبادرات مختلفه استفاد منها ابناء المحافظه وهي الاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الامراض المزمنه، صحه الام والجنين، صحه المراه، السمعيات، الكشف المبكر لعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الاطفال ومبادره كبار السن. في الشرقية أعلنت مديرية التموين عن توريد 271 طن و406 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة 534926 طن قمح وده مع تفعيل دور اللجان المكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها. في المنيا سلمت مديرية الشباب والرياضة الدفعة الأولى لدرجات المرحلة الرابعة لمبادرة دراجتك صحتك لأسر الشهداء والمصابين واللي بتأتي في إطار سياسة الدولة نحو تشجيع الشباب على استخدام الدراجات كوسيلة اقتصادية للتنقل ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية للمواطن المصري في قنا اعتمدت المحافظه الحد الادنى لمجموع القبول بفصول مدرسه مياه الشرب والصرف الصحي للعام الدراسي 2023/2024 على ان يكون 278 درجه للحاصلين على الشهاده الاعداديه للعام الدراسي المنتهي ومن المقرر قبول 50 طالب هذا العام. لسه مكملين حلقتنا مع حضراتكم لكن دلوقتي هنطلع فاصل سريع ونكمل بقيه الكلام حتى العاشره صباحا انتظرونا. E صبح على حضراتكم مرة تانية، هيئة الأرصاد بتتوقع أن الطقس هيكون حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وبالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء. النهارده في نشاط للرياح على كافة المناطق مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهارده من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك استاذه وصباح الخير على كل الساده المشاهدين اهلا بك اهلا بحضرتك اخبار الجو النهارده ايه وايه قصه الرطوبه المرتفعه دي هتستمر معانا لغايه امتى بالفعل يمكن احنا خلال هذه الايام بنتاثر بامتداد منخفض الهند الموسمي منخفض الهند الموسمي ده مع الكتل الهوائيه حارة بتمر على البحر المتوسط فبتتحمل كميات كبيرة من بخار المياه فبتؤدي لارتفاع نسب الرطوبة ارتفاع نسب الرطوبة في الجو هو اللي بيخلينا نحس ان في ارتفاع كبير في درجات الحرارة م. رغم ان درجات الحرارة المخصصة في الظل حول المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام العظمى على القاهرة اليوم متوقع ان هي تكون 35 درجة مئوية لكن وجود نسب رطوبة هنحسها لو تكون 37 و38 درجة مئوية فاجواء فترة النهار كمان فيها زيادة لفترات سطوع اشعة الشمس بالشكل الكبير ده بيساعد على احساسنا بارتفاع درجات الحرارة ويساعد على التسخين اكثر خلال فترات النهار فبالتالي الطقس فترة النهار بيكون حر رطب على المناطق الشمالية السواحل الشمالية محافظات الوجه البحري القاهرة الكبرى طقس شديد الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار فترات الليل مع غياب أشعة الشمس بيحصل انخفاض في درجات الحرارة بنحس دي أكتر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر الأوقات دي الطقس فيها بيكون معتدل تماما في أغلب محافظات الجمهورية بالإضافة كمان وجود نشاط نسبي للرياح في معظم المحافظات أي ساعة بشكل كبير على تلطيف الاجواء وعدم احداثنا الكبير في الرطوبه فترات المساء وساعات الليل، لكن احنا كمان متوقع من غدا الخميس ان شاء الله يكون في مزيد من الارتفاع في درجات الحراره، يحصل موجه ارتفاع في درجات الحراره تبدا معانا يوم الخميس وتستمر معانا حتى منتصف الاسبوع القادم ان شاء الله، هيكون كمان معاها ارتفاع في نسب الرطوبه فهنحس ان في مزيد من الارتفاع في درجات الحراره وهيكون متوسط درجات الحراره العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 36 ل 38 درجة مئوية فدرجات الحرارة ترتفع عن المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام فبالتالي مهم جدا ناخد بالنا من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة تحديدا من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 4 العصر الفترة دي, دي بتسجل فيها اعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله مهم جدا بقدر الامكان لازم وانا موجود في الشارع يكون معايا رأسي شخصيه او كاب اي شيء يحميني من اشعه الشمس المباشره مهم كمان بقدر الامكان نوعيه الملابس تكون ملابس فتحة تكون ملابس قطنيه نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل بالاضافه كمان نكون موجودين في اماكن جيده التهويه ده هيساعدني على عدم الاحساس بنسب الرطوبه الموجوده في الجو طيب منار في الفتره اللي فاتت او تحديدا في الثلاث ايام اللي فاتوا كان في تحذيرات بالنسبه للناس اللي بتصيف دلوقتي او المتواجدين في السواحل خاصه الساحل الشمالي ان كان في ارتفاع للامواج وكان في تحذيرات كمان من نزول البحر وكان الجو شويه بالليل بيبقى فيه نشاط للرياح زي ما حضرتك قلتي مائل البروده هل ده انتهى النهارده ولا لسه مكمل معانا؟ لا هو بالفعل انتهى من امس لان احنا خلال بدايه هذا الاسبوع كان في بالفعل ارتفاع عمود على شواطئ البحر المتوسط وتم اغلاق بعض الشواطئ لكن احنا من الامس بدات تهدا سرعات الرياح بدات تنخفض الامواج واليوم وحتى نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله البحر الاحمر والمتوسط هيكونوا مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه ارتفاع الامواج لا يتجاوز ال 2 متر في البحرين فنقدر نستمتع بالاجواء على شواطئ البحر المتوسط وايضا شواطئ البحر الاحمر طب وبالنسبه للجو بالليل لا هو الجو بالليل فترة الساعات الاولى من الليل تبقى لسه فيها نسب رطوبة في الجو لكن مع ساعات الليل المتاخر وفترة الصباح الباكر الاجواء معتدلة الاجواء مستقرة تماما نقدر نستمتع بالاجواء حتى هنلاحظ بعض النشاط نسبي للرياح كده مع ساعات الليل المتاخر يحسسنا بنسمه هواء لطيفه في الفترات المتاخره من الليل فتره الصباح الباكر فاجواء فتره الليل مستقره تماما نقدر نستمتع بالاجواء الفتره دي. بنشكر حضرتك دكتور منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض بقى دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده. بص كده على القاهره هنلاقي درجه الحراره العظمى 35 وصغرى 25، العاصمه الاداريه 36 24، في الاسكندريه 32 23 والعالمين الجديده 31 23، بما ان احنا بنتكلم طبعا على مهرجان العالمين، الاجواء هناك جميله جدا، مطروح 29 24 ودمياط 33 24، بورسعيد 33 24 والاسماعيليه 36 23.

كده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة هنرجع مرة تانية دلوقتي لباسانتو وعبد الصمد ونتابع باقي فقرات صباح الخير يا مصر شكرا لك يا هلا والشكر موصول طبعا للدكتورة منرة شكرا دلوقتي خلونا نتابع مع بعض أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فالنهاردة هيستأنف قداسة البابا تواضروس الثاني بالتزامن مع عيد الرسل اجتماعه الأسبوعي لقداسته وهيلقي عظة اجتماع الأربعاء الساعة 6 مساء من الكاتدرائية المرقصية بالإسكندرية النهاردة هيوصل الجامع الأزهر الشريف الحلقة الـ 12 من البرامج الموجهة للمرأة بالجامع الأزهر الشريف واللي بيأتي تحت عنوان مهارات إدارة الحياة الزوجية ويحاضر فيها كل من الدكتورة فتحية الحنفي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر والدكتورة رحاب الزناتي أستاذ الصحة النفسية بجامعة الأزهر ويدير الحوار الدكتورة هبة النجار الباحثة بالجامعة الأزهر الشريف. النهاردة هيتم عرض تجربة الدولة المصرية في مجال التدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل وده خلال اجتماع رفيع المستوى اللي بينظمه الاتحاد من أجل المتوسط في العاصمة الأسبانية مدريد واللي بيضم في عضويته 43 دولة بهدف تعزيز الشراكة الأورو متوسطية وتعزيز العلاقات بين دول أوروبا وبلدان جنوب المتوسط النهارده هينطلق معرض مكتبه الاسكندريه الدولي للكتاب 2023 في نسخته ال18 وبتنظم مكتبه الاسكندريه دوره هذا العام خلال الفتره من 12 ل 26 يوليو 2023 بالتعاون مع الهيئه المصريه العامه للكتاب واتحاد الناشرين المصريين واتحاد الناشرين العرب انطلقت فعاليات معرض الاوبرا الثاني للكتاب اللي نظمته الهيئه المصريه العامه للكتاب بساحه دار الاوبرا المصريه وده كان ضمن احتفالات وزاره الثقافه بمرور عشر سنوات على ثوره ال من يونيو اللي حفظت هويه الوطن وارست دعائم القيم المصريه الاصيله وكانت انتصار لمعركه الوعي. بهدف ربط ثقافة القراءة بالفن والموسيقى يعقد معرض الكتاب بدار الأوبرا المصرية تحت شعار إبداع وفكر ويستمر لمدة عشرة أيام احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو المعارض خارج معرض القاهرة الدولي للكتاب معارض متنقلة لهيئة العامة للكتاب بوزارة الثقافة وبيشارك معها مجموعة من الناشرين بتضم مجموعه كبيره جدا من الكتب المتنوعه مركزين فيها على كتب الشباب وكتب الاطفال والترجمات وكتب المخفضه بالتحديد علشان الشباب وطلبه الجامعه يعني نشجعهم على عاده الاقبال على شراء الكتب واقتناء الكتب والقراءه ده تقليد وزاره الثقافه يعني متبعاه منذ سنوات كتير وبمناسبة 30 يوليو يونيو بيقام هذا المعرض بداية سلسله المعارض الخارجيه في ارض دار الاوبرا وليست المعارض او المعرض تابع لدار الاوبرا نحن هنا في ساحه الاوبرا حيث تلتقي الفنون كلها، يلتقي الكتاب مع السينما، مع المسرح، مع الموسيقى وبالتالي هنا ساحه متميزه، هنا ساحه ثقافيه، هي مفتوحه للجمهور المصري طوال فتره ايام المعرض على مدار عشرة ايام، يشارك معنا فيها العديد من دور النشر الخاصه بالاضافه الى قطاعات وزاره الثقافه المعنيه بالنشر، الكثير من الكتب والموضوعات المختلفه للاطفال باسعار في متناول الجميع في كثير من الإصدارات تقدم دور النشر المتواجده معنا خصومات على كثير من إصداراتها هذا بالإضافه إلى الخصومات الموجوده على إصدارات وزارة الثقافه. الهيئه العامه لقصور الثقافه أكبر قطاع من قطاعات وزارة الثقافه، إحنا بنمتاز أن أقل سعر كتاب في مصر. مع متن محترم. يعني على سبيل المثال وليس الحصر. مجموعة طه حسين احنا منزلين من طه حسين حوالي 21 مش حوالي هم 21 كتاب ب 20 عنوان لأن طبعا في كتاب جزئين اللي هي الفتنة الكبرى عثمان وعلي. احنا نزلناها في في المعرض اللي فات بمناسبة مرور 50 سنة على وفاة طه حسين المجموعة دي كلها الكتاب بيبدأ فيها من خمسة جنيه. المعرض يستقبل بحب الثقافة والقراءة من جميع المجالات من تاريخ وفن ورياضة ودين وسط مشاركة 27 ناشرا من دور عربية ومصرية. والله يعني هو دي الدورة الثانية للمعرض بيتأكد هوية المعرض بيقدر يقدم ايه استفدنا بالتجربة الأولى ويمكن لسه بقول للزملاء أنه هو بيصادف انه في مهرجان الاساتذه في الاوبرا المصريه وده بيجذب مجموعه كبيره من المثقفين احنا عندنا معرض في بورسعيد ان شاء الله قريب هيئه الكتاب واتحادنا شيرين عندنا معرض في نقابه الصحفيين قريب برضو ان شاء الله بنرتب له هذا الشهر ففي مجموعه من الاحداث الثقافيه في معرض في مكتبه دار المعارف اسكندريه بمبادرة إحنا للسنة السابعة بنقدمها أنا مشارك بكتاب عاصمة الخلود حكايات من دفتر الجمهورية الجديدة صدر قبل العيد بيومين اتنين للأسف بدأ توزيعه النهاردة الكتاب بيحكي عن فكرة فكرة إنشاء عاصمة إدارية لمصر الشارع المصري كله اتكلم مثقفين وساسة وناس كتير اعترضت على الفكرة وناس قالت مش وقتها والكلام ده كله فالكتاب بيوثق الفكرة منذ أن بدأ الحديث عنها لأن هي فكرة مش جديدة للأمانة الفكرة بدأ الحديث عنها نهاية سبعينيات القرن الماضي وتناولها الدكتور جمال حمدان في كتابه القاهرة حتى قيام ثورة 30 يونيو وبدأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتولى مقاليد الحكم في البلاد وخرج من الأدراج المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لمصر عشرين فوجئت أن في المعرض وفرحت يعني أن في موسم الصيف وتقريبا مش عارف أنا أول مرة أشوفه في الصيف فدي حاجة كويسة جدا ومتنوع بقى يعني ان فكره المعارض الكتاب مستمره طول السنه دي حاجه كويسه انا كنت في اسكندريه كان في معرض في اسكندريه فده شيء ايجابي جدا يعني جميل جدا جميله قوي الفكره إن, ان الناس جايه عشان تسمع موسيقى او تحضر معرض فني تشكيلي فتلاقي معرض للكتاب فده فرصه جميله جدا يعني ويعني شايفه ان هي حاجه جديده ويا تستمر يعني أسعار الكتب في المعرض تتراوح من جنيه واحد فقط وخمس جنيهات لكتب أخرى لطه حسين، ووصولاً لأسعار أعلى للكتب المترجمة، ويتميز المعرض باحتوائه لكتب الأطفال التي تعمل على زيادة وعيهم بالثقافة والتاريخ المصري في الحقيقه في حراك كبير قوي بتقوم بيه وزارة الثقافه لان هو المعركه الحقيقيه اللي يمكن بنقول عليها دايما اللي بتواجهنا هي معركة الوعي يعني وزارة الثقافة قايمة بدور كبير جدا صحيح. جدا في جميع أنحاء الجمهورية حتى المحافظات الحدودية بنشوف فيه فعاليات كبيرة قوي بتقوم بيها وزارة الثقافة يمكن شفنا كمان الحفلات الترفيهية والثقافية اللي بتقوم بيها متحط صالح كمان كان عامل الأساتذة ومدحت صالح فالحفلة بتاعته الشهيرة ف في فعلا زي يعني ما احنا شايفين دلوقتي في فعاليات مختلفه كتيره حتى كمان في مدينه العالمين في دور كبير بتقوم بيه وزاره الثقافه. ده حقيقي بس انت ويمكن لو هنرجع يعني فعاليات معرض الاوبرا الثاني للكتاب كان بينظم هذا العام في نسخته الثانيه تحديدا يعني للاحتفال بمرور عشر سنوات على ذكرى انطلاق ثوره 30 يوليو تحديدا ولكن إحنا هنا بنلاقي الموضوع مختلف، ليه وزارة الثقافة بتهتم بده؟ لأن إحنا بنتكلم على كانت الثورة دي هي ثورة من أجل الحفاظ على الهوية المصرية تحديدًا، وعدم يعني آه بطش أو سيطرة جماعة بعينها على آه يعني آه كانوا عاوزين اللي هم يخلونا اللي احنا يعني نروح لعادات وتقاليد وقيم غير العادات والتقاليد والقيم اللي احنا تربينا عليها في مصر تحديدا وغير كمان الهويه المصريه الخالصه المتنوعه المتعدده تحديدا ولو هنرجع بالذاكره هنلاقي ان وزاره الثقافه تحديدا كانت الشراره الاولى لانطلاق الثوره حينما رفضت تدخل وزير الثقافه الاخواني في ذلك الوقت في هذه الهويه المصريه عشان كده النهارده بنلاقي ان وزاره الثقافه بتلعب دور كبير جدا في تشكيل الوعي في المرحله الحاليه بتلعب دور كبير من خلال القوه الناعمه اللي بتمتلكها وزاره الثقافه سواء كانت زي قالت بسند في قوه ناعمه فنيه ومهرجان الاساتذه اللي انطلق بحفله الرائع مدحت صالح وايضا النهارده نسخه جديده من نسخ معرض الاوبرا الثاني للكتاب وبنلاقي ليها تواجد مهم جدا في مهرجان او العالم علمين تحديدا في تواجد من خلال عدد من الانشطه سواء كانت ندوات فكريه او عروض مسرحيه او غيرها. بما اننا بقى اتكلمنا أي عن الثقافه دي. والانشطه خلينا نتكلم عن فصل الصيف واللي فيه انشطه ثانيه مختلفه يعني المصيف والاستمتاع والاستجمام فتعالوا نروح مع بعض بقى دهب عشان نتعرف على مدربه الغطس كاتي ظريف آه اللي بتعمل حاجه لطيفه قوي يا احمد ايه هي يمكن آه. آه كاتي كانت بتاخد السياح لتدريبهم على الغطس والغطاسات اللي بتاخدها آه تحديدا بتنفذها مش الصبح بدري ولا حتى قبل المغرب غطساتها بتكون بالليل واعتقد ده بيكون لي يعني ده اجواء مختلفه رعب. رعب, واجواء <applause> مختلفه يعني بس مش هنتكلم في تفاصيل كتيره قوي رعب. عن كاتي يعني تعالوا نشوف كاتي يعني بتعمل ايه بالظبط مع يعني الغطاسين او زملائها اللي بتاخدهم في هذه الجوله <applause> خلينا, ونرجع خلينا, هي معانا على التليفون دلوقتي الاول بس خلينا نسالها عشان انا بالنسبه لي غطس تحت الميه بالليل ده حاجه يعني انا انا بشوفها مرعبه صباح الخير عليك يا كاتي صباح الخير انتي كاتي, كاتي ولا كيتي في الاول عايزه اعرف عادي سعد يقولوا كاتي او كيتي <تصفيق> 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 طب قولي لي ايه حكايه الغطس تحت الميه بالليل ده هل في يعني ناس عندها بجد قلب تعمل كده يعني انك تنزلي بالليل وتعلميهم الغطس اه جدا دي متعه تانية خالص بس هي بيبقى ليفل معين لازم انت توصلي له في الكورسات علشان تقدري ان انت تنزلي الغطس الليل هو ايه الفرق يا كيتي بين الغطس بالليل والصبح يعني ليه في متعه بالليل اكتر بالنسبه لك يعني هو بالنسبه لي انا انا حبيت بالليل اكتر طب قولي لي ايه المتعة اللي مثلا بتشوفيها يعني هل في انواع من السمك بتظهر بالليل مختلفة؟ إيه. احنا في سمك بالليل ما بنقدرش نشوفه ما بيظهرش غير بالليل بس ما بيطلعش الصبح، ااا آه الكرة اللي شكلها بالليل بتبقى مختلف مع اضواء الكشافات، ااا آه في رخويات معينة ما بتطلعش غير بالليل على ضوء القمر او الكشاف. كتي يمكن طيب كل ده بيبقى حاجه جميله جدا مم. وكون ان انت أفضل حاجه يمكن... جميله كتي يعني بعد صباح الخير الاول وطبعا انت طبعاً انت عامله عامله عامل مجهود يعني كبير وعظيم ويمكن احنا بنتابع دلوقتي فيديوهاتك على الشاشه الغطس الليلي والموضوع طيب. شكله مرعب يعني زي ما بتقول بس طيب. فعلا الموضوع يعني اللي انا نازل في حاجه عتمه ما فيش غير ضوء الكشاف بس اللي انا او اللي انت لابساه في الخوذه أعتقد الموضوع في نوع من أنواع السسبنس كده أو الإثارة اللي موجودة برضه لا يعني لا خالص ده الموضوع متعة جدا أنا بقيت دلوقتي ساعات أوقات كتيرة بنزل بنطفي الترش كمان تحت كمان آه <applause> طيب الغطس بالليل محتاج تدريبات يعني بدنية مختلفة ولا الموضوع ده عاوز قلب جامد وخلاص؟ ولا قلبي جامد ولا اي حاجه خالص هو محتاج بس ان انت توصل لليفل معين في في الكورسات وبتنزل تاخد الغطس الليل مم. مش المم. مش اي حد يعني مش اي ليفل يقدر ينزل يعني الليفل ده اللي هو ايه بقى اللي هو مثلا الليفل الاولاني بتاع الاوبن ووتر ده ما بيقدرش ينزل الغطس الليل هو هو في كام مستوى اصلا يا كاتي في كتير مم. عند مستوى كام اقدر انزل فعند المستوى التاني انت بتقدر تنزل وده اقدر اجتازه خلال فتره قد ايه؟ اول كرسي بيبقى ثلاث ايام، ثاني كرسي بيدخل في يومين او ثلاث ايام يعني اسبوع واتكل على الله واجرب المغامره يعني طيب كيتي انت بتختصي على عمق قد ايه بالليل؟ انا اخر اخر ليفل ليا يعني في الغطس المفروض ان انا اوصل له 40 متر اوكي طيب ال ال هل هل ممكن لو نقول لو المفروض <applause> ان انا هخطط بعد يعني بعد 40 متر المفروض ان انا هاخد كورسات مختلفه ثانيه اسمها تكنيكال. امم <applause> اوكي ايه الفرق بقى التكنيكال بتعملي فيه ايه؟ ده من من بعد ال 40 لكن انا الريكليشن من 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 اول الدبس الاولاني لحد 40 طب كيتي بصي عايزه بقى اسالك سؤال دايما بشوف الناس اللي بيروحوا دهب بيبقوا عندهم كان عندهم حياه معينه قرروا ان هم يبعدوا عنها شويه ويتجهوا لنوع حياه مختلف تماما احكي لي انت كنت بتعملي ايه وايه اللي خلاكي تتجهي انك تبقي مدربه غطس ليليه آه انا خلصت كليه سنه 2002 <applause> كنت هندسه كمبيوتر ساينس و... وقررت حيث فجاه ان انا اجي امم آه، ما كانش حد كتير لسه كان بيسمع عنها ااا آه، يعني كانت مغامره ليا في الاول ان انا اسافر واقرر ان انا استقر في حته لوحدي يعني. آه، ولا كان بقى عندي مشاكل وعايزه ابعد عنها ولا حاجه لا ده انا جيت بدات حياه جديده يعني كنت عايزه استقر في حياه جديده آه هو هو الموضوع مش مشاكل يعني بس انت اللي انا تقصده فكره ان هو انت خريجه كمبيوتر ساينس زي ما بتقولي وقررت ان انت تتجهي لاتجاه اخر بعيدا عن سنين الدراسه اللي انت درستيها وقررت ان انت تبداي حاجه جديده زي ما بتقولي يعني طيب هو انا في الاول لما جيت ما ما, ما كنتش قررت موضوع الغطس انا كنت شغاله انا اصلا بلعب رياضه من زمان فكان عجبني جدا موضوع الانترتينمنت اللي هو الانيميشن علشان بيعملوا ايروبكس وستريتشنج واكوا ويوجا والكلام ده فده كان مناسب ليا جدا لان انا من زمان بلعب رياضه فكنت اشتغلت مع شركه ايطاليه سبع سنين لحد ما وصلت لليفل شيف انيميشن طب كده احنا اللي احنا عارفينه كده يعني من خلال معلوماتنا اللي انت متعدده المواهب مش بس غطس بتعملي ايه؟ يعني حصل أه بعد ما خلصت الانيميشن اتجهت للغطس اخذت اول كورس وفي اول كورس انا مدربي قال لي على فكره كم يعني انا كنت حابه ان انا اكمل وهو كمان الصراحه شجعني جدا قال لي أه على فكره انت هتبقي مدربه قويه يعني انت كويسه تحت المية حلوه. م. كيتي يعني احنا بنشكرك وحلوة قوي اللي انت بتعمليه مختلف في الحقيقه ومبسوطين ان احنا كان معانا النهارده حاجه مختلفه في في الحلقه بتاعتنا وتعرفنا على حاجه مختلفه وانه في يمكن انواع ثانيه من الاسماك المختلفه اللي بتظهر بالليل فمن هنا بيجي عشق الغطس بالليل لغطاسين اللي الليل شكرا ليكي كيتي ظريف مدربه الغطس طيب مشاهدينا دلوقتي دقات الثامنه صباحا وده ميعادنا مع موجز لاهم الانباء مع هاله اتفضلي يا هاله شكرا يا عبد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قالت سلطات الصحة بولاية الخرطوم أن قصفا عشوائيا أدى إلى مقتل 34 شخصا من بينهم أطفال في سوق شعبية بمدينة أم درمان السودانية وأوضحت سلطات الصحة أن معظم القتلى من تجار سوق الملجأ وأصحاب عربات النقل قال البيت الابيض ان الرئيس الامريكي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب اردوان بحثا الاولويات الدفاعيه والاقتصاديه خلال لقائهما على هامش قمه حلف شمال الاطلنطي في ليتوانيا. واضاف البيت الابيض ان الرئيسين بحثا ايضا القضايا الاقليميه ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك دعمهما المستمر لاوكرانيا واهميه الحفاظ على الاستقرار في بحر ايجا <applause> قال مسؤول عسكري اوكراني ان روسيا شنت هجمات بطائرات مسيره على كييف والمنطقه الواقعه فيها لثاني ليله على التوالي فيما شرعت انظمه الدفاع الجوي الاوكراني في صد الهجمات وقال رئيس الاداره العسكريه للعاصمه الاوكرانيه ان نظام الانذار من الغارات الجويه مفعل مضيفا ان انظمه الدفاع الجوي تصدت للهجمات لدى اقترابها من كييف. قال مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحده فاسيلي بنزيا ان الجزء المتعلق بتصدير الاسمده الروسيه ضمن صفقه السماح بتصدير الحبوب الاوكرانيه عبر البحر الاسود لم ينفذ وخلال تصريحات صحفية ردا على سؤال بشان آفاق تمديد صفقة الحبوب، أضاف نيبنزيا أن الجزء الروسي من الاتفاقيات لم ينفذ، مشيرا إلى أن روسيا كانت تتحدث عن ذلك على مدار العام، على الرغم من كل جهود الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمين العام شخصيا. اعلنت السلطات في مدغشقر ان الانتخابات الرئاسيه ستجرى في دورتها الاولى في نوفمبر القادم وقالت حكومه مدغشقر ان رئيس الحكومه كريستيان تساي سيدعو الناخبين للتوجه الى صناديق الاقتراع في التاسع من نوفمبر للادلاء باصواتهم في الدوره الاولى من الانتخابات الرئاسيه مضيفه انه اذا لم يفز احد من المرشحين من الدوره الاولى فستجرى دوره ثانيه في العشرين من ديسمبر القادم اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن حاله الطوارئ في ولايه فيرمونت الواقعه في شمال شرق الولايات المتحده بعدما تسببت امطار غزيره بفيضانات استعدت استدعت انقاذ عشرات السكان بواسطه قوارب جاءت هذه الخطوه بعدما حذر مسؤولون من ان منسوب المياه في سد قريب من عاصمه الولايه مونبيليه قارب حدّه الاقصى وعلى وشك ان يفيض هذا ولم ترد على الفور تقارير بشان سقوط وفيات او تسجيل اصابات في الولايه من جراء الامطار التي قال مسؤولون انها تسببت في فيضانات في وسط مونبلييه قالت الحكومة المغربية إن الخطوط الملكية المملوكة للدولة تعتزم مضاعفة أسطولها بأربعة مرات من خمسين طائرة حاليا إلى مئتي طائرة بحلول عام 2037 لتلبية الطلب المتزايد وأوضحت الحكومة المغربية أن رئيس الحكومة عزيز خنوش والمدير العام للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو وقع اتفاقا لزيادة مساهمة الحكومة في رأس مال الشركة توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المملكة إلى 3.6 من عشرة العام المقبل و3.3 من عشرة هذا العام على افتراض محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات

ورياضيا فاز سموحة على ضيفه إمبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز بهذا الفوز رفع سموحة رصيده إلى 39 نقطة في المركز العاشر بينما توقف رصيد إمبي عند 42 نقطة في المركز السابع انتهى موجزه الثامنه وعوده لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. قسم المسرح بكليه الاداب جامعه الاسكندريه بيعمل بيعمل كل سنه مهرجان قسم المسرح الجامعي والدوره الحاليه للمهرجان بتنافس فيها 12 عرض مسرحي من عدد من الجامعات واكاديميات الفنون مش بس كده يا بسنتي يمكن النسخه الحاليه في الوقت الحالي اللي بتنظم الدوره الحاليه هتكون باسم الفنان صبري فواز اللي هو بالمناسبه خريج قسم المسرح باداب اسكندريه خلونا نعرف اكتر عن المهرجان والعروض اللي هتقام في هذا المهرجان وشكل المنافسه كمان هيكون عامل ازاي من خلال ضيفتنا الكريمه اللي منورانا في الاستوديو الدكتوره منال فوده رئيس قسم المسرح بكليه الاداب جامعه الاسكندريه والمدير التنفيذي لوحده مناهضه العنف ضد المراه داخل جامعه الاسكندريه، صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، صباح الخير عليكم. صباح الخير على حضرتك. سعيده ان انا معاكم النهارده. واحنا كمان يعني في البدايه عايزين نعرف ازاي المهرجان بيدعم الطلاب في اعمالهم الفنيه والمسرحيه. طبعا المهرجان ده المحفل السنوي اللي بيبقى فرصة للطلاب بتوعنا ان هم يبرزوا نتاج دراستهم وتعبهم طول السنة بيجهزوا له من قبلها بفترة طويلة طبعا عملنا دورات عديدة للمهرجان الدورة دي يمكن المتميز فيها هي المشاركة المتنوعة من جهات مختلفة احنا حاولنا نعمل ده في السنين اللي فاتت لكن يعني ما تمش، السنة دي الحمد لله لأول مرة بيبقى في خمس جهات مشاركة في المهرجان نعم. من القاهرة ومن اسكندرية وده اللي إن شاء الله بإذن الله هيعمل التنوع وهيعمل الاحتكاك وتبادل الخبرة بين طلابنا وبين طلاب الهيئات الأخرى نعم دكتور منال بنتكلم على 12 عرض مسرحي هيكونوا موجودين في هذه الدورة اللي بتحمل اسم او تحمل اسم الفنان صبري فواز طبعا. ايه اهم ما يميز هذه العروض تحديدا وشكل المنافسة ونوع الإقبال فيها، هل من جامعات الجمهورية المختلفة ولا قاصر على عدد معين من الجامعات طيب؟ أيضا؟ هو المتميز زي ما قلت لك السنة دي في المهرجان ان هو دورة للأقسام والمعاهد المتخصصة. يعني احنا بنستهدف الطلاب في أقسام المسرح في الجامعات المختلفة المصرية والمعاهد المتخصصة زي المعهد العالي للفنون المسرحية معهد الدراما والنقد معهد العالي للدراما والنقد م. ودول بالفعل اللي مشاركين معانا في في الدورة المستهدف إن أنا باخد تبادل خبرات ما بين الهيئات المتخصصة المختلفة لا. أقسام المسرح في الجمهورية عندنا في عين شمس عندنا في حلوان عندنا في المنيا في بني سويف المعاهد المختلفه المتخصصه طبعا عملنا دعوه عامه لجميع الجامعات المصريه وجميع المعاهد المتخصصه قدرنا نتواصل الحمد لله مع كم كويس م. اللي قدر ان هو يعني يتحقق ويشارك معانا بالفعل خمس هيئات لغايه دلوقتي الحمد لله يعني كان في هيئات ثانيه لكن يعني تعذر وجودهم قد يكون بسبب يعني الانتاج للعروض او كذا لان احنا ما بيبقاش عندنا دعم يعني مادي لل... لانتاج المهرجان بيقوم بالجهود الذاتية فقد يكون ده سبب من الاسباب ان الباقي ما قدروش يشاركوا ف... لكن هي السياسة العامة للمهرجان السنة دي بإذن الله بتهتم بدعم الطاقات الشبابية ان هم ايجاد بيئة صحية فنية يقدروا يعبروا بيها بحرية عن افكارهم وعن تطلعاتهم وعن التجارب الجديده في في مجال المسرح فكره ان يبقى فيه كمان بيئه حاضنه لهذه الافكار والتطلعات اعتقد دي حاجه ما كانتش بتبقى متاحه لاي جيل من الاجيال السابقه لا هو المهرجان في الحقيقه من يعني من اول انشاء المسرح احنا اقدم قسم مسرح في جمهوريه مصر العربيه يعني انشئ سنه 81 على يد الاستاذ دكتور لطفي عبد الوهاب مؤسس قسم المسرح هم. واول رئيس قسم له آه عقدت دورات عديده للمهرجان ده، كان دايماً بيحاول يدعم الشباب بإيجاد فرص إن هم يعبروا عن نفسهم ويعرضوا بدون ما يضطروا يستنوا حد يجي يقول لهم تعالوا اشتغلوا. يعني لأن الشباب الموهوبين كتير والفرص قد تكون قليلة خصوصاً في مجال المسرح يعني. م. فلما القسم يدعم طلابه بأنه يهيئ لهم البيئة دي بيئة صالحة للعرض، بيئة صالحة للإبداع. دي بتبقى فرصه كويسه للطلاب ان هم يلاقوا مجال لل... للعرض بشكل كويس طيب <applause> احنا كنت من شويه تكلمي على افكار وقد ايه المهرجان بيدعم الافكار اللي الشباب بيقدموها ايه المختلف السنه دي ايه المختلف من الافكار اللي هتتقدم في العروض المسرحيه في المهرجان احنا حرصنا على ان يكون العروض اغلبها خارجه عن الاطار التقليدي للمسرح زي إيه؟ يعني الافكار الجديده سواء على مستوى الفكره نفسها او على مستوى عناصر العرض المسرحي على طريقه الطرح على طريقه استخدام بيئات مختلفه غير شكل المسرح التقليدي المعتاد عليه م. وده برضو محاولات للتوائم مع التطور ان الطلاب تتواءم مع عدم وجود الامكانيات الكامله ان هو ينتج عرض مسرحي كبير م. فان هو ممكن يعمل عروض مسرحيه تكون يعني ما بتحتاجش انتاج كبير آه، ظهرت آه، فكره المايكرو تياتر من،, من فتره في المسرح المصري ودي كان لها انعكاس طيب جدا جدا لانها خلت آه، الشباب يلاقوا فرص اكتر يعملوا عروض صغيره يقدروا يعبروا بيها عن آه، مهاراتهم مش محتاجين امكانيات كبيره ممكن تعرض في الغرف فده طبعا بيسهل للطلبه فكره الابداع بدون امكانيات كبيره وده طبعا تدعيم لدور الثقافه ودور الفنون في طبعا تحقيق افكار التنميه طبعا مستدامة ازاي يعني يعني الفن وخصوصا المسرح وسيله مهمه جدا جدا للتنميه وان احنا نجمع شبابنا في بيئه صالحه للتعبير عن الراي وللتعبير عن الافكار بدون اي نوع من انواع التطرف اي نوع من انواع الهجوم وهكذا الفن لا. دايما يعني وسيله للتنوير صحيح وسيله للتنوير ووسيله للتواصل ايضا ما بين الشعوب لكن احنا بنتكلم على نسخه بتحمل اسم الفنان الجميل صبري فواز اللي بنصبح عليه يعني صباح بما اننا موجودين طبعا في صباح الخير يا مصر لكن اكيد قسم زي قسم الاداب بجامعه قسم المسرح قسم المسرح اسف التابع لجامعه الاسكندريه وزي ما حضرتك قلتي هو اقدم قسم موجود في جمهوريه مصر العربيه تحديدا من 81 تم تاسيسه خرج اجيال كثيره وخرج رواد كبار في مجال المسرح ليه اخترنا اسم الفنان صبري فواز تحديدا كي يحمل اسم هذه النسخه آه احنا المهرجان كل سنه بيبقى له آه يعني بيختار شخصيه آه تحمل اسم المهرجان كان عندنا دوره الفنان كرم مطاوع كان عندنا دوره الفنان سعد اردش مش خريجين لا. لا مش لازم طبعا يعني الفنان كرم مطوع الفنان سعد اردش مش خريجين المسرح آه المسرح. آه قسم المسرح لكن هم اساتذه وكان لهم باع طويل في للتدريس في القسم يعني احنا تتلمذنا على ايديهم نعم آه عليهم رحمة الله الدورة السابقة كانت باسم الأستاذ الدكتور أبو الحسن سلام السنة دي حبينا أن احنا نختار خريج للقسم ويكون في نفس الوقت فنان موهوب ومتحقق وفيجر طبعا ومبدع يعني ومتجدد وحبينا أن احنا شوية نخليها مع الشباب وللشباب لأن احنا الحمد لله في الفترة الأخيرة كان في شباب كتير خارجين القسم متحققين يعني مصطفى ابو سريع، حسني شتا معلش انا عاوز بس استفسار متحقق دي بمعنى ايه؟ متحقق بمعنى انه استطاع انه يوجد لنفسه مساحه كويسه على الساحه الفنيه انه يظهر بشكل فني جيد يثبت ذاته بشكل عام بالظبط يعني واحد زي الفنان عصام عمر خريج القسم انسان يعني فعلا اثبت ازاي البني ادم ممكن يكون فنان ذو رؤيه عنده قدره على تحليل الشخصيه مش مجرد موهبه ده اللي يفرق الدارس طبعا مش بقلل خالص من موهبه غير الدارسين لكن ازاي الدراسه الفنيه في اقسام المسرح او في اي اي جهه صحيح. متخصصه تثقل الموهبه لان يعني الفن موهبه في الاساس لكن الدراسه بيبقى لها بعض اخر مهم فعصام ومصطفى سريع وحسني شتا وكل الناس دي صبري فواز بسام رجب كل دول خريجين القسم ده غير طبعا الشخصيات الهامه في المجتمع اللي برضو بتنتمي لقسم المسرح واللي كان لها باع طويل دكتور جمال ياقوت رئيس مهرجان التجريبي لغايه العام الماضي ده استاذ تمثيل والاخراج عندنا في القسم ويعني من الناس اللي اثبتت نجاحات في في مجالات عديده صحيح. عندنا شخصيات كتيره يعني فالحمد لله القسم يعني يمكن اه يعني يمكن ما بنتكلمش كتير عن نفسنا او مش ظاهرين لاننا فعلا مشغولين بالشغل على طول طيب لجنه التحكيم عامه مين اللي موجود فيها و... وبتختاروا العروض على اساس يعني ايه المعايير او الكرايتيريا اللي بتختاروا بيها العروض الفايزه؟ طب هقول حاجه احنا ملي. لسه ما اعلناش عن لجنه التحكيم فدي مفاجاه احنا أوكي. عايزين حاجه حصري برضو لينا حل. يا دكتور صباح الخير يعني <applause> وجود حضرتك عندنا هنا أمر مش هين برضو فناخد شويه تسريبات يعني يعني هو تكسفي أنت حتى لا حبيبتي لا هو اللي اقدر اقوله لك فعلا ان اللجنه بيبقى فيها تنوع في التخصصات بما ان هي للمتخصصين فانا بهتم جدا بايجاد اساتذه في مجالات التمثيل والنقد والسينوغرافيا والموسيقى المختلفه مع وجود يعني احد الشخصيات المتميزه او المتحققه في المجال الفني لان ده بيبقى طبعا داعم للشباب ان هم لما يحسوا ان القسم طب بتاعهم اخد اخد سؤال واحد فتح. انا متطفل وبرضه لازم انصر زميلتي اللي سالت السؤال وانا صبري أخرب... فواز هيكون من ضمن لجنه التحكيم لا طبعا ازاي يعني الدوره بتحمل بإسمه؟ اسمه. لا ما ينفعش مش هيبقى مشارك ما ينفع طيب يعني <applause> لا صبري الدوره باسم صبري فواز <applause> لكن لجنه التحكيم بتبقى من الخبراء وال بالظبط كده اللي احنا بنحاول دايما نجمع شخصيات فيها قدر من الشفافيه حاولنا على قد ما نقدر برضو ان احنا نبعد عن اي تحيزات علشان يبقى في تنوع ما يبقاش اللجنه كلها من بس مكان أنت واحد انت مش عاوزة تدينا اي حاجه حصري في الله. لا 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 والله يعني بس اوعدك ان اللجنه هتبقى يعني بجد على قدر المسؤوليه وهنقدر يعني نوائم ما بين كل العروض اللي متقدمه والمهم جدا فيها ان احنا بنحاول فعلا نحط معايير للاختيار يعني اختيار العرض المتميز ده بيبقى بيعتمد على معايير إيه هي اكاديميه بقى معايير؟ ليه لان دول متخصصين مش مجرد شباب موهوب يعني عندنا مثلا في مسابقه الجامعه للفنون المسرحيه دي بتبقى لكل الكليات فرق المسرح دول شباب موهوب لكنه مش دارس فما ينفعش ان انا اقيم الشباب اللي, صحيح. اللي بيمارس نشاط لمجرد النشاط بنفس المعايير اللي بقاين بيها المتخصص. الدارس. دي بتبقى اصعب. Hmm. فبعمل يعني اللجنه كده بتعمل حصر العناصر العرض hmm. المسرحي اللي من اول النص طبعا واختياره آه الممثلين الاداء التمثيلي الرؤيه الاخراجيه yeah. العناصر السينوغرافية المختلفه وهكذا. Hmm. طيب دكتور منال احنا عارفين ان حضرتك زي ما قلنا في التعريف بحضرتك والتايتل ان حضرتك المدير التنفيذي لوحدة مكافحة العنف ضد المرأة في جامعة الإسكندرية عاوزين نعرف إزاي بتفعلي دور هذه الوحدة داخل الجامعات لأن يمكن في وقت من الأوقات كانت دي ظاهرة من الظواهر الدخيلة على مجتمعنا الحمد لله تراجعت بنسب كبيرة جدا لو بنعمل معدلات الرصد كده للسنوات اللي فاتت تراجعت كتير اللي هي ظاهرة العنف تقصد. العنف ضد المرأة ازاي شايفه يعني دلوقتي بنتكلم عنف ضد الرجل برضه احنا مظلومين يعني <تصفيق> <تصفيق> ف... لا هو ودي هنشوف لنا حد يتحدث عنا ويعني وي... وي... يتبنى هذه <applause> <انت بقى> الظاهره <تصفيق> <تصفيق> لا هو بس احنا ما قلناش العنف ضد الرجل لان الرجل في ذاته المفروض ان هو اللي بيمنع او بيقف ضد العنف كبنيان قوي يقدر اللي هو يقمع هي الحمد لله يعني وحدات مناهضه العنف ضد المراه داخل الجامعات دي احد الاذرع للمجلس القومي للمراه صحيح. اللي متحققه في الجامعات المصريه الحمد لله احنا الوحده في اسكندريه بقى لها 8 سنين دلوقتي منشاه آه السنة دي هتكلم عن السنة دي يعني اللي أنا المدير التنفيذي لها آه الحمد لله آه قدرت أو حاولت أن أنا أغير شوية من المفهوم التوعية إحنا م. هدفنا الأساسي التوعية صحيح. توعية الشباب في الجامعة إزاي أن المجتمع الجامعي يكون آمن م. علشان الطالب والطالبة مع بعض يقدروا يحققوا نفسهم يقدروا يعملوا يبقى في تكافؤ فرص يبقى في تمكين يبقى في قدره على النجاح بدون اي ضغوط او ممارسات عنيفه م. سواء بالنسبه للطالب او الطالبه آه، الحمد لله السنه دي قدرنا ان احنا نستخدم الفن وده يمكن عشان ده تخصصي الاساسي م. في التوعيه بشكل اكبر ف... دي اعظم فأنا... رساله تقدروا توصلوها ع... بالظبط عملنا مسابقه مسابقه ال16 فن بمناسبه حمله ال16 يوم ضد العنف دي حمله عالميه بتعمل في شهر نوفمبر. م. فعملنا مسابقه وفعلا اطلقناها اشترك فيها عدد كبير من الطلبه قبل الطالبات. فاز فيها عدد من الطلبه في كل بقى مجالات الفنون. يعني عايز اقول لحضرتك عندي طالب في كليه الطب في رابعه طب الف مقطوعه موسيقيه تعبر عن العنف وازاي الفتاه بتمر بمراحل وهي صغيره وتكبر وتعنف وتدمر و و و في مقطوعة موسيقيه مم. وده اخذ المركز الاول فلاقينا ان الشباب فعلا محتاج بس نافذه يفرغ فيها طاقته يفرغ فيها رايه يعبر عن رأيه. على لان حتى هو ممكن يكون مكبوت والكبت ده هو اللي يولد عنف يعني ما يكونش هو عنيف في ذاته يعني صحيح فالحمد لله احنا يعني دورنا الاساسي التوعيه وماشيين بخطى ان شاء الله كويسه ونقدر نحقق جزء يعني من الاستراتيجيه الوطنيه إن شاء الله. باذن الله بشكرك دكتوره منال فودره رئيس عم. قسم المسرح بكليه الاداب جامعه الاسكندريه كل الشكر ليكي وكل التوفيق للطلبه يعني. المشاركين في العروض المسرحيه وان شاء الله يعني كلهم يفوزوا انا ما اعرفش ازاي بس يعني ان شاء الله يعني كلهم <applause> مجرد المشاركه هي فوز. حقيقه صحيح مجرد حقيقة. انه يعرض نفسه والجمهور يشوفه لان انا فاتحين المهرجان للجمهور <applause> فلما يبقى فيه 600 متفرد بيشوفك وانت لسه طالب وبتعرض نفسك ده اعتقد لا وحاجة حلوة شروط. كمان السلف إكسبريشن او التعبير عن النفس في سن صغير ده طبعًا. مهم جدا واكيد في شروط علشان طبعًا. يتم قبول هذه العروض فده فوز في حد ذاته طبعا احنا عملنا مشاهدات كان مشترك اكتر من 100 عرض صحيح قدرنا ان نستخلص منهم 12 فتخيلي دي لجنه المشاهدات بتنقي ونكون متحيزين الورو... لجامعه اسكندريه فان شاء الله برضو الست عروض الخاصه بجامعه <applause> اسكندريه تكون يعني عروض مختلفه ومتنوعه وتقدر <applause> هي تنافس في هذا المهرجان لا والله انا بتمنى بلشكرك... النجاح لكل كل المشاركين <applause> بإذن يا رب اللهم امين بنشكرك دكتور منال شكرا لوجودك في شكرا شكرا مشاهدينا هنسيب حضراتكم دلوقتي الفاصل سريع لكن صباح الخير يا مصر متواصل مع حضراتكم حتى العاشره صباحا انتظروا اهلا بكم في موجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه فريق سموحة نجح في الفوز على إنفي بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم ضمن إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الممتاز وبالنتيجة دي بيدخل فريق سموحة في منطقة الأمان وبيبتعد عن دايرة الهبوط بعد ما وصل للمركز العاشر في ترتيب جدول الدوري برصيد 39 نقطة فسعد ميسي لاعب وسط سموحه حصل على جائزه افضل لاعب في مباراه سموحه وانبي اللي انتهت بفوز الفريق السكندري. الحساب الرسمي لرابطه الانديه المصريه لكره القدم اعلنت اختيار بيرسي تاو صانع العاب النادي الاهلي كافضل لاعب في الجوله الواحد 21 من عمر مسابقه الدوري. رابطة الأندية المصرية المحترفة استقرت على تسليم درع الدوري المصري الأهلي في مباراته مع حرس الحدود واللي هتتلعب الأسبوع الجاي يوم الأربعاء 19 يوليو الجاري فريق الاهلي استانف تدريباته الجماعيه امبارح على ملعب مختار التاتش استعدادا لمباراه القمه امام الزمالك الخميس الجاي باستاد القاهره في اللقاء المؤجل من اسبوع 31 من عمر الدوري المصري وعقد مارسيل كولر محاضره بالفيديو مع لعيب مع اللعيبه قبل بدايه المران لشرح بعض الامور الفنيه والتكتيكيه الخاصه بخطه المباراه وشرح اسلوب لعب الزمالك والتكليفات الخاصه بكل لاعب الكولومبي خوان كارلوس سوريو المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك عقد جلسه مع اللعيبه قبل انطلاق التدريبات اللي اقيمت امبارح على ملعب عبد اللطيف بورجيلا بمقر النادي استعدادا لمواجهه الاهلي المقبله في مسابقه الدوري الممتاز حرص الجهاز الفني للزمالك على النزول بالحمل البدني للاعبين في الميران وادت اللعيبه لعيبه الفريق مجموعه من الاطالات بجانب تدريبات تاهيليه اخرى متنوعه تحت اشراف الجهاز الفني استعدادا للمواجهه المقبله الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف اشاد امبارح بالمستوى اللي قدمه حمزه علاء حارس مرمى ما النادي الاهلي ومنتخب مصر الاولمبي خلال مشاركته في النسخه الاخيره من بطوله كاس امم افريقيا تحت 23 سنه. كتب الحساب الرسمي للكاف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ولد ليكون نجما. حمزه علاء ابهرنا بادائه الرائع في كاس الامم الافريقيه تحت 23 عاما ليستحق اللقب الافضل في البطوله. أمل توفيق لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال حققت امبارح ميداليتين ذهبية وفضية في منافسات وزن 49 كيلو لرفع الأثقال بدورة الألعاب العربية المقامة بالجزائر حاليا. والثنائي المصري محمد حاتم واسامه مدحت نجحوا في التتويج بذهبيه منافسات، تتابع الفريق للشباب بطوله العالم للخماسي الحديث تحت 17 سنه واللي بتستضيفها الاسكندريه في الفتره من 10 يوليو وحتى 17 يوليو. فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خاض تدريباته الاولى امبارح تحت قياده مدربه الجديد الاسباني لويس انريكا استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجاي 2023/2024. خلصت نشرتنا الرياضية ونعود لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر مع مع عبد الصمد ومع بسنت عودة ليكوا بسنت وعبد الصمد شكرا لك يا هلا مرة ثانية في الحياة يمكن في يعني غدا هيكون يوم حافل مش بس علشان خاطر انطلاق العالم على مين المهرجان اللي يمكن هتلتفت لي أنظار العالم أجمع لكن كل أنظار محبي الكرة أيضا هتكون في حالة ترقب لجماهير الكرة المصرية علشان بكرة مباراة القمة ما بين النادي الأهلي والنادي الزمالك المباراة اللي هتكون مقامة على أرض استاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الواحد وثلاثين من عمر الدوري المصري يمكن خلص الأهلي حرفيا حسم هذه البطولة تحديدا بعد فوز سيراميكا على بيراميدز لكن بيظل هو اللقاء الأكثر متعة وإثارة اكيد اللقاء الاكثر متعه فعلا والمصريين كلهم بيستنوه يعني ازاي يتعامل كولر وسوريو مع المباراه وايه التكتيك اللي هيعتمدوا عليه ومين اقرب لحسم المباراه هل الاهلي زي ما عبد الصمد بيقول ولا الزمالك كل ده وأكتر هنعرفه من ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو محمد عفيفي المعلق الرياضي صباح الخير عليك واهلا بيك في صباح الخير يا مصر صباح الخير بسنت هانم صباح الخير استاذ احمد وصباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر وبالتاكيد لا صوت يعلو فوق صوت القمه في الغد وقرعة افريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم بإذن الله منتخبنا الوطني الأول يكون في مجموعة سهلة إن شاء الله كده مع القمة يبقى يوم كروي مفرح للكره المصريه وجميع الكره المصريه نفرح في, أب... كل في كل حاجه في كل حاجه بما انك يعني انت بتغلبنا دايما يا محمد بالكلام يعني <applause> لا ما نقدرش ما <applause> يعني احنا قاعدين مع مذيع بالفعل مش معلق ريال معلق وناقد ويعني متعدد المواهب يا محمد شكرا ما شاء الله عليك يعني محمد قبل ما ندخل في المباراه توقعاتك ايه للقرعه الاول قرعه <applause> ما نستهونش بيها احنا في المستوى الاول وده شيء كويس جدا ان احنا تصنيفنا 34 عالميا كاخر تصنيف للفيفا بالنسبه لمصر وفي التصنيف الاول بالنسبه للقاره الافريقيه لاننا خامس افريقيا فيما بين اول تسعة منتخبات في التصنيف اللي بيروحوا في التصنيف الاول علشان الناس تبقى عارفه انه القاره الافريقيه يطلع منها 10 منتخبات لكاس العالم اللي هيبقى 48 مم. منتخب لاول مره هيكون 48 منتخب في كاس العالم اللي هيكون في كندا الولايات المتحده والمكسيك باذن الله في عام 2026 مم. تسعة مقاعد مباشره فده مبشر للكره المصريه ان يبقى الموضوع سهل شويه ان احنا نتاهل ان شاء الله لنهائي كاس العالم بكره باذن الله الكره هتكون في الكوت مع الكونجرس بتاع الكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم مصر على راس مجموعه التصنيف الاول كويس الثاني مش مش يعني احنا بعدنا عن المغرب تونس جزائر كودي ديفوار نيجيريا مالي السنغال كل دول مش هنواجههم لكن في التصنيف الثاني ممكن تلاقي زامبيا في سكتك ومش سهله ممكن تلاقي جنوب افريقيا قياده بيرسي تاو تفوقوا على المملكه المغربيه في تصفيات امم افريقيا الاخيره في بريتوريا تلاقي بوركينا فاسو وتلاقي منتخبات مش سهله فبرضه العين على التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع في ليبيا على سبيل المثال وليبيا واخده الجرين كارد انها تلعب على ملعبها وملعبها مش سهل مع الامن اللي مش متظبط قوي برده الامور مش كويسه قوي فاحنا باذن الله نقع في مجموعه ما يكونش فيها منتخبات صعبه وبرضه في منتخبات ما تلعبش على ملعبها لكن بتختار دول ممكن تعذبنا احنا في المباراة لكن في كل الاحوال عشان بس نبقى واقعيين منتخب مصر تقيل ومع روي فيتوريا هذا البرتغالي منتخبنا عنده بقى ميزه حلوه قوي بقى فكره انه حتى ولو مستواه فني مش عالي انا بقدر اكسب ودي ميزه المنتخبات الكبيره تعرف تخلص المباريات ودي ميزه العقليه بيلعب على النتيجه ما بيلعبش على التكتيك اكتر من فكره النتيجه بالنسبه له مش مهم الاداء بشكل كبير اللي هو المبهر قوي بقدر انك تعرف تخلص مباريات زي منتخبنا الوطني الاول اللي فاز في اخر مبارياته مش هقول الوديه بتاع جنوب السودان منتخب جنوب السودان بالمناسبه ممكن يبقى معانا في السكه لكن المباراه الرسميه اللي كانت في المملكه المغربيه في الملعب الكبير بمراكش لما تفوقنا 2 واحد وكنا متاخرين في النتيجه امام غينيا في المرحله ما قبل الاخيره من الجوله او المجموعه الثالثه من تصفيات امم افريقيا اللي ان شاء الله هتكون في الكوت في يناير القادم باذن الله وتصدرنا المجموعه رغم اننا لسه هنلعب اثيوبيا في شهر سبتمبر اللي جاي لكن تصدرنا ضمنا الصداره وتاهلنا لكاس الامم الافريقيه فعندك ميزه انه منتخبنا بقى تقيل شكل هجومي افضل حتى لو ما عندكش صانع العاب ما بيلعبش مركز 10 روي فيتوريا يعني ما, بي ما بيلجاش القفشه مثلا لكن الثلاثه اللي قدام زي تريزيجيه مصطفى محمد ومحمد صلاح بيخدموا على بعض بيعرفوا يخلصوا مع بعض فبقى عندك ميزه ان انت في كل خط في تقل مع تالق الانديه والمدربين اللي موجودين في الانديه زي خوان كارلوس سوري مع زمالك روي فيتوري او مارسيل كولر مع الاهلي بيخدموا على روي فيتوري والمنتخب صحيح. الأوليمبي الاولمبي كمان مع ميكالي باللاعبين اللي طالعين كمان هو قدم لك قماشه محترمه بيذكرني كده بمنتخب كره اليد الاول عندنا م. لما منتخب الشباب بطل العالم ومنتخب او ناشئين بطل العالم شباب ثالث العالم ومنتخبنا الاول كان ثامن العالم بعد كده بقى سابع العالم قوي قوي ليه لانه وماشي واسع تختار اللي انت عايزه وتشكل المنتخب الاقوى يمكن ده اللي احنا كنا بندور عليه بقى لنا فتره ان احنا يبقى عندنا تنوع شويه في اللعيبه بتوعنا يعني دايما كنا حتى بنقعد نقول ليه منتخبنا ما ما يبتديش يشوف حتى الجيل الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج انه حتى يستقطبهم عشان يلعبوا معانا طيب خليني اتجه معاك بقى من المنتخب الوطني للانديه وخليني اقول لك ان الاهلي يمكن هيبقى بيلعب مستريح شويه واوريدي تتوج باللقب الدوري ال43 فشايفه ازاي المباراه هتبقى عامله ازاي في ظل ان الاهلي شويه مستريح شويه كتير شويه كتير مستريح متوج بلقب الدوري وكل حاجه ولكن هذه المباراه هي تتويج الحيل لمسيره مارسيل كولر هو تفوق في مباراه الذهاب ثلاثه الأشياء وكان كهرباء افتكر سجل ومحمد شريف سجل هدفين صحيح. فأول في اول مباراه كان يمكن يلعب فيها كهرباء ما بعد الايقاف حتى وكان بشكل كويس ظهر النادي الاهلي لكن جمهور النادي الاهلي ولذلك مارسيل كولر هو اه كان بيلعب المباريات اللي فاتت علشان يريح فيما تبقى من دوري بعد حسم لقب الدوري لكن عنده مباراه القمه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي هي مباراه التتويج الحقيقي لانها مباراه بطوله في حد ذاتها بشكل خاص يعني فلا مباراة هتكون قوية جدا كبيرة جدا صحيح مش هيتسلم درع الدوري في هذه المباراة زي ما قيل في الأخبار هيتسلم في مباراة حرس الحدود لكن كمستوى فني هتكون مباراة كبيرة جدا مباراة هيلعب فيها مارسيل كولر بتشكيلة أساسية ما فيهاش أي لعبة حتى يمكن قد يبدأ بمحمد مجدي قفشة لأنه عمرو سليه مصاب مش هيلعب في هذه المباراة من الغيابات مع محمود متولي لكن مروان عطية أليو ديانج في نص الملعب مش هيبقى فيه أي تغييرات من على الطرفين سواء محمد هاني أو أو علي معلول عبد المنعم في التشكيلة ياسر إبراهيم في التشكيلة الأساسيين كلهم بيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات كلها بشكل جدي من أجل الفوز لأنه كمان عنده تحدي فكرة إنه إنهاء الموسم هو توج باللقب دون أن يخسر في أي مباراة لكن إنهاء الموسم بالفوز على الزمالك ذهابا وإيابا وكمان ألا يخسر في أي مباراة بالأربع مباريات المتبقية بعد مباراة الزمالك أعتقد إنه هيبقى إنجاز كبير قوي يحط مارسيل كولر بعد الخمس القاب اللي انجزهم خلال وجوده في وقت قليل جدا مع النادي الاهلي انه كمان لا انا فزت على الزمالك رايح جاي وكمان خدت الدوري بدون اي هزيمه بما فيها الفوز على الزمالك رايح جاي هتبقى بين قوسين مهمه قوي لجمهور النادي الاهلي. نعم طيب احنا بنتكلم على كولر وشايفين ان كولر عنده الافضليه في حاجات كثيره قوي ويمكن هو داخل باريحيه كبيره بسبب اللي هو خلاص فعليا هو حسم صحيح بقى شايف هيعمل ايه في هذه المباراه؟ شوف أسوريو هو صمم على اسلوب وطريقه انه يلعب بثلاثه في في خط الظهر ويلعب اربعه ثلاثه بعد كده وفي الاول عانى وعانى كتير ولكن بدا يطبع بهذه الطريقه وبدا يلقى الايقاع صحيح الفرق اللي كان بيلعب قدامها ساعدته بما فيها مثلا خطا اي محمود جنش حارس مرمى محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فيوتشر اللي لولا هما كان ممكن فيوتشر يكون فايز لانه اكتر فريق عانى قدامه نادي الزمالك بالطريقه دي، ولكن فاز في الاخر الزمالك 3-2 يعني في هذه المباراه، لكن استقبل هدفين وبين ثغرات، لكن هو بيعدل؟ اه بيعدل. اللعيبه بتخدم او بتخدم على طريقه لعبه مش كلها. دونجا هيغيب، م. على الاغلب هيغيب، هو بيعاني من اصابه، بدا يتعافى، لكن على الاغلب هيغيب، لانه لو شارك في هذه المباراه ممكن ترجع ليه الاصابه بشكل اقوى. والزمالك عنده اهم من الدوري واهم من مباراه القمه علشان نبقى واقعيين. البطولة العربية هتكون في المملكة العربية السعودية صحيح ويكون امام النصر السعودي بكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما مع مش عارف مين ومين والبطولة العربية داخلة اه يعني قصة قصة كبيرة جدا وداخلين في مجموعة قوية جدا نبقى نقول عليها في وقتها لكن فكرة انه يكفي النصر السعودي و الصفقات اللي موجوده فيه اللي هيلعب في مجموعه نادي الزمالك فالزمالك بيفكر في البطوله العربيه ده الاهم بالنسبه له في المملكه العربيه السعوديه الشهر الجاي هو خلاص خسر دوري فمش هبكي على اللبن المسكوب زي ما بيتقال طب الزمالك لعب ازاي المباريات اللي فاتت يعني الزمالك كان اداؤه عامل ازاي المباريات اللي فاتت هل كان اداؤهم كويس جدا بس لم يحالفهم الحظ هل كان ممكن يعملوا احسن كان اكيد ممكن يعملوا احسن م. تغيير الطريقه بوظ بشكل كبير المنظومه او السيستم اللي كان بيلعب بيه نادي الزمالك. يعني ايه الطريقه اللي اتغيرت؟ ان هو كان بيلعب باربعه 3 3 و4 2 3 1 حسب الطريقه المعتاد عليها بيلعب في اربعه في خط الظهر. لكن اسوريو قال لك لا انا هلعب بثلاثه وفتوح لازم يكون طاير من ناحيه الشمال هو عنده ادوار هجوميه ليه ما استغلهوش؟ ده عمل ثغرات في نص ملعب من ما كانتش متركبه على الطريقه. فالزمالك كان بيعاني ولذلك هو بعد قوي. دلوقتي بينافس على المركز الثالث ما بينه وما بين فيوتشر لولا فوزه على فيوتشر كان في المركز الرابع. كده كده كونفدراليه يعني ثالث ورابع بعيد عن الوصافه حتى لانه بيراميدز رسميا حسم المركز الثاني ورسميا سيشارك في دوري الابطال لانه السنه اللي فاتت ما شاركش لانه خدنا دوري الابطال الاهلي والزمالك من الدور الاول اللي هو 17 اسبوع الاولانيين لكن دلوقتي بيراميدز رايح خلف النادي الاهلي في دوري الابطال دوري الابطال كمان هيتلعب مع دوري السوبر والكونفدراليه ما اتلغتش عشان الناس كدة بتقول اتلغت لا هيشارك ولكن ما فيش دور تمهيدي ثاني من الفرق اللي من دوري الابطال للكونفدراليه مباشره والاهلي والفرق اللي موجوده في دوري السوبر هتروح دور مجموعات مباشره في دوري الابطال عشان بس الناس تبقى فاهمه لانه في حاجات اتغيرت في الفتره الاخيره لكن الزمالك اه غير من طريقته بشكل سلبي الى حد كبير ثم بعد ذلك تطور الشكل مع نتائج بثقه اللاعبين في أسوريو شويه بشويه مع تالق بعض اللاعبين يعني شيكابالا على سبيل المثال هو ليجند او اسطوره بالنسبه لجماهير نادي الزمالك تالق مع هذه الطريقه لقى نفسه لقى المساحه اللي هو عايز مع عدم الضغط من فرق قدامك فانت بتلاقي ان انت بتهاجم بشكل اكبر فبتقدر ان انت تقرب لمرمى الغريم فبتخلص م. زيزو وتالقه على سبيل المثال زيزو محور لعب في طريقه 3 4 3 نعم زيزو لو مش في حالته الزمالك بره الليله صحيح مصطفى شلبي هيغيب في المباراه اللي جايه على سبيل المثال مصطفى شلبي من العناصر المهمه جدا في هذه الطريقه يغيب لكن تالق زيزو حسسنا شويه بالهدوء في تشكيله نادي الزمالك مع التالق والنجاح اعتقد انه التشكيله ما لا غنى عن عبد الغني في خط الظهر مع مصطفى زنايل وتالقه ومسلوسي وتالقه برده في هذه الطريقه مع بانه فت شويه بيقدر يجري او يسد دفاعيا هجوميا رؤى وعمرو سيسي فتوح وزيزو في نص الملعب الجزيري سيف الدين الجزيري برده بتالقه زيه وزي زيزو عمل حاله حلوه بتحركاته اللامركزيه بتاعته هي اللي ممكن تخلخل دفاعات النادي الاهلي الصلبه قوي اللي بيقودها محمد عبد المنعم المتالق قوي وفتره من الفترات كنا مع بعض على فكره واتكلمنا عن انه محمد عبد المنعم متالق بشكل كبير صحيح قلنا بلاش نديله النفخه الزياده لانه لو سيكولوجيا الموضوع وصل بزياده قوي عنده لسه مش مأهله نفسيا للحته دي فهيبتدي اللي هو يبقى فيه مش عاوزين نقول غرور لكن اللعب بثقه قوي احيانا بيخليك صحيح تفقد مش تكسب ولذلك الاهلي ي... بيستعين فعلا ومارسيل كولر فضل كده انه يستعين بدكتور سيكولوجي مع الفرقه علشان بعض اللعيبه اللي متالقه قوي ما تاخدش تتغرش بالظبط كده ما تتعلاش على كرة وكتير من الاحيان محمد عبد المنعم على فكره باخطاء بي... سهله وساذجه انا ماتش الاتحاد السكندري علقت عليه اللي احدى الاذاعات في ال... الاسبوع الاخير ده اللي فاز فيه نادي الاهلي 2 لا شيء منه اخطاء سهله وساذجه وما قبلها على الرغم ان الموضوع بسيط ولكن بيضغط عليه ممكن يخطئ خطا غريب انه يخطئ فيه لا مركزيه سيف الدين الجزيري ممكن تقلق محمد عبد المنعم لا مش في حالته، ولذلك محمد عبد المنعم في مباراه الغد هيلعب زيه زي ما لعب قدام الوداد على سبيل المثال. طب في معلش احنا هنا بنتكلم على اسيريو وطريقه لعب ثابته معروفه. هل الطريقه دي ممكن يغيرها عشان كسر الثوابت في مباراه هامه وهي مباراه القمه اللي متاجله في الاسبوع الواحد 31 من عمر الدوري؟ انا اشوف لا. ومش هيغير طريقه اللعب، وهيلعب بثلاثه في خط الظهر واربعه في نص الملعب وثلاثه قدام. وهيقول انا عايز اكسب الاهلي كده لكن الاهلي هو اللي هيغير له طريقه اللعب لانه على الاغلب هيلعب بصنع العاب بكره لانه لو لعب بصنع العاب بكره مارسيل كولر مع نادي الاهلي او لعب بقفشه بالاحرى الزمالك ممكن يعاني معاناه كبيره جدا في ظل ان وجود ثلاثه فقط في خط الدفاع ونص الملعب ممكن ما يسدش في الرجوع دي وجهه نظري الشخصيه م. فممكن يلعب باليو ديانج مروان عطيه قلنا عمرو السوليه على الاغلب ان هو غايب بتاع الاصابه ويلعب بمحمد مجدي قفشه يرجع لطريقه مش 4 3 3 4 2 3 1 واللي بي... هيلعب مركز 10 او صانع العاب او محمد مجدي قفشه بالاحرى لو ظهر ولقى مكانه ولقى مساحته ما بين نص ملعب الفجوه اللي هتكون موجوده وخط الدفاع حدث ولا مم. حرج من صناعه لعب لبيرسي تاو لكهربا آه طبعا في العمق هيكون موجود كشاد سترايكر او مهاجم صريح موجود على الورق وحسين الشحات وتحركاته الايجابيه الكبيره زي ما اتكلمنا عن سيف الدين الجزيري وتألقوا اللي ممكن يتعب الاثنين الاستوبارين بتوع النادي الاهلي ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم لا الزمالك قد يعاني بشكل كبير جدا دفاعيا بسبب طريقه اللعب ووجود ثلاثه فقط ومش كل اللاعبين اللي موجودين في نص الملعب اللي ممكن يلعبوا بما فيهم اللي بيعودوا ولا على الاغلب هيكونوا موجودين زي عمرو السيسي ومحمد اشرف فروقه ممكن يسدوا قوي في تغطيه مهارات ديانج مع مروان عطيه اللي عمل حاله حلوه وحاجه حلوه مع النادي الاهلي منذ قدومه في يناير الماضي ما قبل نهائي كاس العالم للانديه وفي نفس الوقت محمد مجدي قفشه وصنعته اللعب وتالقه رغم انه بينزل بديل لكن بيبقى عايش في المباريات ومتاقلم على هذا الوضع فماشي بحاله من التالق العاليه فانا شايف انه الاهلي بالراحه النفسيه عنده بتتويجه باللقب عنده ادفانج او ميزه اكبر من نادي الزمالك في هذه المباراه لكن كل شيء وارد لانه قمة دائما خارج التوقعات لانه لو الزمالك جاب جول مبكر او زيزو في حالته فعلا تعب اللاعبين مع تحركاته باللامركزيه اللي زي ما قلنا بيعملها سيف الدين الجزيري وضربوا دفاع النادي الاهلي في مره ممكن يفكوا شويه التركيز بتاع دفاع النادي الاهلي نص ملعبه ومن ثم ممكن يساعد في انه يركب الجيم من بدايته طيب صحيح. ولو الاهلي بقى المباراه اسوري بقى فاجئنا بخطه ثانيه ولعبنا تمام من غير 3 4 3 تقريبا دي اللي انت بتقولها صح. صحيح <applause> طيب لو لو انا دلوقتي لو الاهلي الزمالك جاب جول في اول مباراه الاهلي يقدر يعوض آه الاهلي يقدر يعوض في المباراه دي خلال الشوط الثاني مثلا منها او لما الطول المباراه اه طبعا الاهلي عنده صلابة ذهنية دايما بنتكلم حتى عن فكرة اللاعب تنس والناس تومبل اللي شغالة دلوقتي بمناسبة اللاعب دايما بنتكلم عن الصلابة الذهنية لدى اللاعب في قراراته شوف في لعبة تنس في لعبة سريعة ازاي فانت بتاخد قرار في جزء من الثانية لو ما عندكش صلابة ذهنية بتقع على الأرض الملعب دي ميزة لاعبي النادي الأهلي انهم عندهم صلابة ذهنية في فكرة انه اه اقدر آه. 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 ارجع في النتيجة وبشكل كبير جدا لكن زي ما بقول مع الزمالك مع ضغط الجماهير اللي بتكون موجودة صحيح. مع الكلام اللي بيتقال من المدرجات ممكن اه لو دخل فيك هدف مبكر والزمالك بدا يركب الجيم بشكل كويس تالق شيكابالا تالق احمد زي الجزيري اللعيبه اللي موجوده لا ممكن يهزوا النادي الاهلي ويقدروا ان هم يمشوا المباراه زي ما هم عايزين لكن الاقرب بما قدمه النادي الاهلي وقدم ما يشفع له ان يفوز بلقب الدوري ولقب السوبر المصري واتنين كاس مصر وماشي بشكل قوي جدا انه او اثنين سوبر ولقب كاس مصر آه لانه اخر كاس مصر كان نهائي ما بينه وما بين الزمالك مش بيراميدز كان الزمالك هو اللي فاز في وشفنا عمل ايه الزمالك لما كان زيزو سجل ومشيت صحيح. الامور وركب الجيم ازاي هي دي بقى الـ 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 التركات البسيطه كده, كده البسيط. بس ما كانش بيلعب 3 4 3 مم. كان بيلعب بطريقه ثانيه مختلفه لكن مع أوسوريو قد تكون هذه دي البطوله او الموسم بالنسبه للزمالك. بنتكلم على مباراه الكل بينظر لها على انها هي مباراه القمه ومباراه حسم لقب ده دوري في حد ذاته صحيح. يعني مع فارق طبعا النقاط بنتكلم على الاهلي 75 نقطه بنتكلم على الزمالك 69 على 59 عفوا على ما اعتقد فاذا بنتكلم في فرق نقاط كبير لكن لغه كره القدم لا تعرف سوى الانتصار صحيح. لا تعرف سوى المكسب مش هنفتكر مين لعب كويس ومين لعب وحش لكن بنفتكر مين اللي فاز في هذه المباراه ونتمنى الفوز طبعا صحيح. لصاحب الاداء المشرف في ال في الزمالك في اليوم ده الزمالك ممكن يكون دي مباراه انقاذ الموسم بالنسبه له. للبطوله بتاعت نعم. انقاذ الموسم المحلي بالنسبه له. صحيح بنشكرك محمد عفيفي الناقد والمعلق الرياضي شكرا لوجودك معنا في صباح اشكركم جدا شكرا يا عفيفي سيدينا دلوقتي نسيب حضراتكم مع جزء اهم واخر الانباء مع هاله تفضلي يا هاله شكرا بسنت التاسعه صباحا بتوقيت القاهره السادسه بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم فشل مجلس الامن الدولي في الاتفاق على تمديد اليه ادخال المساعدات عبر الحدود الى سوريا وذلك غداة انتهاء العمل بهذه الاليه وكانت سويسرا والبرازيل قد اقترحتا تمديد الاليه لمده 12 شهرا الا ان روسيا استخدمت حق النقد او الفيتو لاحباط مشروع القرار المعدل الذي حصل على موافقه 13 عضوا فيما امتنعت الصين عن التصويت عليه كما رفض المجلس بغالبيه 10 اصوات مقترحا بديلا قدمته روسيا ينص على تمديد الاليه لسته اشهر قال البيت الابيض ان الرئيس الامريكي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب اردوان بحثا الاولويات الدفاعيه والاقتصاديه خلال لقائهما على هامش قمه حلف شمال الاطلنطي في ليتوانيا. واضاف البيت الابيض ان الرئيسين بحثا ايضا القضايا الاقليميه ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك دعمهما المستمر لاوكرانيا واهميه الحفاظ على الاستقرار في بحر ايكا قال مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحده فاسيلي نبيتسيا ان الجزء المتعلق بتصدير الاسمده الروسيه ضمن صفقه السماح بتصدير الحبوب الاوكرانيه عبر البحر الاسود لم ينفذ خلال تصريحات صحفيه ردا على سؤال بشان افاق تمديد صفقه الحبوب اضاف نيبينزيا ان الجزء الروسي من الاتفاقيات لم ينفذ مشيرا الى ان روسيا كانت تتحدث عن ذلك على مدار العام على الرغم من كل جهود الامانه العامه للامم المتحده والامين العام شخصيا أعلنت السلطات في مدغشقر أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في دورتها الأولى في نوفمبر القادم وقالت حكومة مدغشقر أن رئيس الحكومة كريستيان نتساي سيدعو الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع في التاسع من نوفمبر للإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية مضيفة أنه إذا لم يفز أحد من المرشحين في الدورة الأولى فستجرى دورة ثانية في العشرين من ديسمبر القادم أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة بعدما تسببت أمطار غزيرة بفيضانات استدعت إنقاذ عشرات السكان بواسطة قوارب جاءت هذه الخطوة بعدما حذر مسؤولون من أن منسوب المياه في سد قريب من عاصمة الولاية مونبيليه قارب حده الاقصى وعلى وشك ان يفيض هذا ولم ترد على الفور تقارير بشان سقوط وفيات او تسجيل اصابات في الولايه من جراء الامطار التي قال مسؤولون انها تسببت في فيضانات في وسط مومبيليم قالت الحكومة المغربية إن الخطوط الملكية المملوكة للدولة تعتزم مضاعفة أسطولها بأربعة مرات من خمسين طائرة حاليا إلى مئتي طائرة بحلول عام 2037 لتلبية الطلب المتزايد وأوضحت الحكومة المغربية أن رئيس الحكومة عزيز خنوش والمدير العام للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو وقع اتفاقا لزيادة مساهمة الحكومة في رأس مال الشركة توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في المملكة إلى 3.6 من العام المقبل و 3.3 من هذا العام على افتراض محصول حبوب متوسط وزيادة الصادرات وأضافت المندوبية أنها تتوقع عجزا ماليا 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 ارتفاعا من 4.8 من في العام الجاري

فاز سموحة على ضيفه إمبي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز. بهذا الفوز رفع سموحة رصيده إلى تسع وثلاثين نقطة في المركز العاشر بينما توقف رصيد إمبي عند اثنتين وأربعين نقطة في المركز الرابع انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اكيد كلنا شايفين التطور المرعب اللي بيحصل كل يوم مع تقنيه الذكاء الاصطناعي كل يوم في فكره جديده كل يوم في مرحله مختلفه بتحصل كل يوم في روبوت جديد بيطلع يقول احنا مش هناخد مهنكم او الاشغال اللي انتم بتعملوها لكن مع التطور الكبير قوي ده اكيد لازم العالم يبقى حريص شويه وياخد باله يعني مثلا لازم يكون في تشريعات منظمه لاستخدامات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس خصوصا ان احنا شفنا ناس كثيره جدا ابتدت في الفتره الاخيره يا عبد الصمد من كبار يعني المناصب اللي بتشغل كبار المحركات خلينا صحيح. نقول بتستقيل من خوفها من الحاجات اللي بتحصل فجاه يعني كل شويه في حاجه مختلفه في ابلكيشن جديد تلاقيه بياخد معلوماتك او غيره او روبوت او الحاجات دي كلها زي ما انت قلت بس انت هو فكره التطور واصبح تطور بشكل مرعب الوتيره بتاعته هي وتيره سريعه جدا وهنا ده اللي خلانا النهارده في صباح الخير يا مصر نطرق هذا الباب او نفتح ذلك الملف تحديدا عشان نبقى عارفين هل التشريعات اللي موجوده هي تشريعات كافيه لسرعه التطور اللي موجود ولا لابد يكون عندنا مرونه تشريعيه في ذلك الملف تحديدا او ذلك القطاع تحديدا عشان نبقى عارفين هل عندنا قوانين وتشريعات منظمه لاستخدام هذا المجال ولا لا ولا محتاجين مزيد من هذه التشريعات؟ خلونا نرحب بضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو الدكتور فرج الخلفاوي استاذ القانون ونساله عدد من الاسئله. صباح الخير يا دكتور صباح الفل يا فندم ازي حضرتك يا دكتور اهلا بحضرتك في البدايه خليني اسالك التطور اللي احنا بنشوفه مؤخرا هل هو او خوفنا منه خوف مشروع ولا هي الافلام اللي احنا يمكن اتفرجنا عليها في في هوليوود هي دي اللي يمكن خلت فيه رعب زايد عندنا ولا فعلا في خطر كبير بيحوم حوالين العالم النهارده مش بس الموضوع بقى معلوماتي لا كمان بقى الاطفال يعني هيكبروا ازاي في ظل هذا التطور ويواكبوا ازاي التطور الكبير اللي بيحصل ده خليني بس اشكرك على الاستضافه الاول آه وسعيد اللي انا معاكم آه ثانيا الموضوع ده فعلا هو موضوع من الموضوعات الخطيره عالميا مش عندنا وبس ولو كنا عندنا رهبه من الموضوع فهي رهبه مشروعه وموجوده ومتداوله آه لو كان ليه جوانب ايجابيه فهو ليه جوانب سلبيه فظيعه يعني يعني العالم بدا يتداركها زي ما قلت حضرتك في المقدمه ان في رؤساء قايمين على برامج الذكاء الصناعي في شركات مالتي انترناشونال بداوا يقدموا استقالاتهم خوفا من التجارب اللي كانوا بيجروها والنتائج اللي ظهرت لهم على ارض الواقع صحيح. الذكاء الصناعي زي ما بيستخدم في الطب عشان لو العلاج للسرطان او يطور لي المضاد الحيوي هو صحيح. كمان ممكن ينقل فيروس مميت ما نقدرش نسيطر عليه وهو مش هيصاب منه الروبوت اللي هينقله زي ما هو بيعمل لي كشف عن المتفجرات عشان يمهد لي الطريق ويصلح لي الارض اللي موجوده ممكن يستخدم في حروب ومنه دلوقتي الذكاء الصناعي الخارق او الحتم الخارق ده الذكاء الصناعي بيحول الحروب اللي موجوده من حروب بشريه او انصاف بشريه لحروب كلها بالروبوت فأصبح صحيح. الأمر ممكن بتك الزرار يحيلك العالم وما فيه فأصبح الموضوع خطير خطير لازم نبقى وجود له تشريعات والدول الأوروبية والأمريكية والعالم كله دلوقتي بدأ ينتفض لوضع تشريعات واتفاقيات ولو كنا إحنا بنقول في فترة سابقة إن إن القنبلة النووية سببت هلع فده الذكاء الصناعي إحنا دلوقتي في عصر هلأ الذكاء الصناعي مم. لأن إحنا بدأنا نشوف سلبيات الذكاء الصناعي وبدأنا نشوف اختراقات وبدأنا نشوف قرصمه وبدأنا نشوف حاجات ما كناش نسمع عنها مم. لي يعني ممكن حضرتك صورتك بصمة صوتك بصمة عينك كل ده يتم تقليده بالذكاء الصناعي وممكن نستخدم في حساباتك في البنوك ممكن يبقى في ليك فيديوهات منسوبه ليك بجسمك بشكل ب... بهيئتك ولكن حضرتك مش موجوده بنستبدل الإنسان الطبيعي بروبوت سواء بقى في الحياه الزوجيه سواء <applause> بالحياه الزوجيه سواء في 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 في, في قيامك بالاعمال الاداريه او اعمالك لدرجه ان احنا وصلنا ان في مجاعات روبرت محامين روب طيب دكتور خلينا نتكلم يعني هذا التطور الرهيب هل بيضاهيه تطور تشريعي وقانوني؟ عشان أأأأ نقفل القصه دي احنا <applause> التطور رهيب، وتشريع لازم نقسمه على ثلاث مستويات مستوى الدول العظمى ومستوى الدول الناميه مستوى الدول اللي هي عندها مصالح بين الاثنين لو قلنا الدول العظمى بدات تنضف لدرجه ان الاتحاد الاوروبي اصدر ابلغ البرلمان الاوروبي باعداد تشريع للذكاء الصناعي التشريع ده يخش حيز التنفيذ المفترض ليه يوم 25 2025 والزم الشركات اللي بتعمل في هذا المجال ان هي لازم تخبر المستهلك باستخدام تطبيقات الذكاء الصناعي ده اولا بالنسبه للاتحاد الاوروبي ككل، بالنسبه لامريكا بدات تعمل ده فعلا وبدات تعمل الإدارة الامريكيه اجتماعات مع الشركات اللي بتعمل في الذكاء الصناعي كمان عشان نعم. تحسهم على يعني وضع كنترول معين بحيث ان هو ما يتخطاش الامر آه لاختراق خصوصيه المستهلك. الصين بدات الزمت الشركات اللي عندنا كلها او الشركات اللي عامله على ارضها ان هي لازم أن تخبر المستهلك وتعلمه ان في تطبيق استقاء صناعي اللي انت بتستخدمه ده يحتوي على الذكاء الصناعي احنا بقى كدول ناميه او كشرق اوسط لم يحرك هذا الامر عندنا ساكنا الا في دوله واحده كانت سبقه وخدت خطوات فعاله هي الامارات العربيه المتحده اللي انشات وزاره الذكاء الصناعي مش كده وبس ده عملت مختبر لسن تشريعات خاصه بالذكاء الصناعي ليه؟ لان هي بقت عندها ظواهر تانية ما هو الذكاء الصناعي داخل في حاجات كتير. ايوه بس التطور اللي موجود يا دكتور هو تطور سريع جدا. جدا. فده عاوز نوع من انواع المرونه في التشريعات اللي موجوده. يعني اعتقد ان انا علشان اناقش قانون وارفعه لمجلس النواب ويقر من مجلس النواب بعد موافقه هيكون دخلنا على ليفل 2 و3 وفوق يعني اكتر من مستوى في التطورات ضيعنا وقت كتير خلاص ده اللي عملته الامارات زي بقول لحضرتك ان هي بدات تدي تراخيص مؤقته للعاملين في الذكاء الصناعي وتفضل ترخيص مؤقت وبدات تتابع شغله وخلال الشغل اللي بيظهر ده اي سلبيات بيبقى فيه مختبر لسن تشريع جاهز ويقول لك السلبيات اللي ظهرت يبقى فيها تشريع مش لازم بقى ياخد البيروقراطيه اللي احنا بنتمشى فيها او الوقت الكتير اللي احنا بنقول لا هو مختبر بيقر تشريع ان عندنا عوار في الحته الفلانيه في القانون فبالتالي بيعرضه على الحكومه على مجلس النواب فبياخد قرار فيه وده المطالب آه خلينا نقول ان الذكاء الصناعي بقى اوجهه المتعدده زي ما احنا خايفين في... في في جوانب ايجابيه في جوانب سلبيه طيب انا انا بس عايزه امسك نقطه حضرتك كنت اتكلمت فيها من شويه وهي نقطه فباكه الصور والصوت واستخداماته فيما بعد ايا كان بقى في فيديوهات في بنوك حسابات بنكيه ايا إن كان انا خليني اقول ان احنا عندنا يعني قانون بيجرم هذه الاستخدامات لكن مش تحت بند الاخطار المستقبليه القادمه من الذكاء الاصطناعي انا اوصف لحضرتك الحاله وتعاملي معاها بقى بوصف البسيط دلوقتي بقى عندنا سيارات ذاتيه القياده طيب. انا حضرتك اشتريت السياره بدات تستخدميها لو السياره دي اتحكرت البرنامج الذكاء الصناعي بتاعها او حصل في عطل في الذكاء الصناعي وهي السياره بتقود نفسها المسؤوليه القانونيه هتقع على مين على السياره نفسها اللي عملت الحادثه ولا على حضرتك اللي ركبها بصفة السائق وانت مش بتسوقي ولا على الشركه المبرمجه للذكاء الصناعي ولا على المالك ده هو ده نفس اللي حصل في الذكاء الصناعي في في الوضع القانوني اه عندنا تشريعات بتحمي القطاع المصرفي وتشريعات كويسه جدا ولكن انت بتتعامل مع متغير خطير بقى متخيل متطور وبيحدث نفسه لدرجة أن الذكاء الروبوت الذكاء الصناعي عملوا منه نوع اسمه الذكاء الصناعي التولدي بمعنى ايه أن أنا أعطيته البيانات والخرزمات اللي هو يقدر يستخدم بيها هو كمان أثناء استخدامه ده وتعامله بيطور مع المستخدمين في نفسه. بيطور في نفسه ده مش كده بس ده لو حصل عطل فيه هو بيعالج نفسه يعني أنت عطيت سلاح لآلة هي كل اللي يهمها تنفيذ الامر نتاج واتخاذ القرار نتاج على المعطيات اللي قدامه مش عشان حضرتك امرتيه لا انت خلاص خرجت بره المعادله انت سبت روبرت بذكاء بفكر بياخد بتفاعل وبياخد قرار ايوه فان ده فين الدور بقى التشريعات هنا يعني التشريعات يعني احنا, إيه؟ مازلنا هنا عشان بس يبقى منصفين لسه ما يعني ما خدناش تشريعات تعالج هذا الامر م. الدوله الوحيده في الشرق الاوسط اللي بدات تهتم بالامر وتاخد فيه تشريعات في الامارات زي ما قلت لحضرتك العالم المتطور العالم الاول اه بدا ياخد تشريعات وبدا يسن قوانين وبدا يحس بخطوره الامر وبدا يعمل كنترول على الشركات زي ما قلت لحضرتك في الاتحاد الاوروبي في امريكا م. في الصين في كل الدول اللي بس انا عايز اقول لحضرتك انه حتى في الدول المتقدمه ما فيش لسه تشريعات مش لسه قوانين بتجرم الـ 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 يعني الاخطار القادمة من الذكاء الاصطناعي في دراسات وفي مشروعات قوانين اعرضها الاتحاد الاوروبي على البرلمان نعم الاوروبي نعم وفي في قوانين بيتبعها الكونجرس دلوقتي عشان ياخد فيها اجراء في الصين بدات تعمل قيود على على الشركات اللي بتعمل بالذكاء الصناعي لازم تخبر المستخدم للتطبيق فكل الدول دي هي الدول دي المصدره للتكنولوجيا احنا للاسف احنا دول مستهلكه ومستخدمه للتكنولوجيا فعبال ما نوصل لنا التكنولوجيا ونستخدمها ونعرف عوارها وتسبب لنا مشكلات فعندنا وقت وفجوه كده زمنيه بيبقى غمضين فيها عينينا ما بتتطورش الاحداث لان كمان احنا عندنا من المشكلات اللي محتاجه تشريع سريع يعني مثلا بتكلم في قوانين عندك محتاجه تشريع قوانين وما زلنا ما خدناش فيها قرار زي قانون الايجارات السكني زي مثلا قانون الاداره المحليه زي قانون في قوانين لسه احنا ما زلنا بنعاني منها ومش عارفين نحلها بقى لنا خمس او عشر سنين فبالتالي انت بتكلميني في حدث عالمي متطور خطير واحنا ما بنستخدموش على المستوى الحكومات في في اعمالنا اه هنستخدمه مجبرين ان احنا نطور نفسنا لان احنا كده كده دخلنا في ليفل التحول الرقمي في في الجمهوريه الجديده فلازم ده موجود عشان كده احنا بندعو المشروع المصري ان الامر بجد خطير فبالتالي يجب علينا من الان وصاعدا ان احنا ننتبه للذكاء الصناعي ونبدا نشتغل عليه بطريقه اكاديميه يعني نعم. نشوف المتخصصين طيب. بما المشتغل. ان حضرتك دعوت متخذي القرار بالالتفات اللي ده عاوزين الدعوه دي تكون مصحوبه بعدد من المواد اللي حضرتك شايف إنها ممكن تكون مقترحه للتصدي لمخاطر او المخاطر المستقبليه للذكاء الاصطناعي. اولا اولا احنا لازم نعمل نعمل وعي للمواطنين عندنا بخطوره هذا الامر وانتوا بداتوا بيه في 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 قنواتكم وفي قنوات كثيره بتعمل ده واحنا كاساتذه قانون بيبقى في مؤتمرات كثيره داخل مصر او خارج مصر بنعمل ده وبس ده يعني على خطوره الامر هو ضئيل يعني احنا محتاجين نتوسع فيه اكتر لان خلاص احنا بدا اولادنا بتستخدم التليفون في اليوم بالعشرين 20 وال24 ساعه في ال24 ساعه فهو بيتعرض عليه منتج ومميزات وامكانيات هو مش فاهم حاجه هو بيتلقى فبالتالي بيتفاعل معاها ويتعامل معاها فبنلاقي نخسر في بنلاقي في ناس بتطبيقات بتبقى بالذكاء الصناعي بتشتغل في عملات مشفره احنا مش عارفين مصدرها ولا مين القائم عليها فبتسبب لنا خسائر ماديه بتشتغل في تطبيقات بتجاره الكترونيه فما انتش عارف انت بتبيع وتشتري مع مين ولو حصلت خساره هترجع المنتج لمين ولا هتبيع لمين فاصبح احنا كضروره حتميه ان احنا نسن قوانين ونعمل تفعيل وتوعيه وكمان نعمل لجان لاستماع ولجان لمراقبه الامر ونبدا نعمل تسريح كنترول لان في شركات حتى مع مع التصاريح ومع القيود اللي كانت وارده على التعامل بالعملات الالكترونيه وجدنا ان احنا في فتره اللي فاتت من شهرين كان عندنا كم خساره مليارات جنيهات لبعض المستثمرين في هذه العملات فبالتالي حتى التشريعات اللي موجوده بتعاني من عوار تشريعي فبالتالي انا بدعو المشرع المصري من خلال منبركم ان احنا نهتم بيه ونبدا نعمل دراسه وتشريعات حالا ونلجا للتشريعات اللي فرضها الاتحاد الاوروبي ونشوف الناس دي بتتكلم في ايه وتخوفاتها من ايه عشان نبدا نعمل تشريعات مماثله ليها نشوف التشريع الامريكي بدا يناقش القضيه ازاي عشان نقدر نوصل هو انتهى لفين واحنا كمان ناخد منه بقى ما انتهى اليه ونشوف ظروفه بواقعنا بس الحالي بس خليني اقول برضو انه احنا اوريدي عندنا ريستريكشنز او يعني قيود حازمه على بعض ال يعني الابلكيشنز يعني خلينا نتكلم على تشات جي بي تي عشان الناس تنزله هي محتاجه ارقام من خارج مصر اصلا عشان تقدر تنزله فبتهيألي يعني الحكومه بتقوم شويه بدور كبير انه في حته ان احنا بنصد لكن خليني اسال حضرتك بقى سؤال تاني على حاجه موجوده دلوقتي بنلمسها بالفعل وهي انه بقينا نشوف كتير قوي على ابلكيشن زي فيسبوك بعض الناس عامله شير لمقطع كده بصوت ام بتغني اغنيه جديده لعمرو دياب او لنفسي عجرم مثلا يعني فالنهارده القانون بيحكم ازاي في هذا الامر يعني النهارده الورثه لو عايزين مش مبسوطين من حاجه زي دي لانه في الاول وفي الاخر ده بيستخدموا الذكاء الاصطناعي او عاوزين مش... حقوق ماليه من عوائد مثلاً الاغنيه دي مثلا فهل القانون النهارده مفيش قانون يعني بس هل في حاجه من القوانين الموجوده قبل تحميهم. كده تحميهم او او تخلي الورثه ياخدوا حقوقهم ده انت تطرقت الأمر في غايه في غايه من الخطوره لان انت بتتكلمي على الابداع والابتكار الملكية الفكرية فكريه وده خاص بالملكيه الفكريه م. وده امر بيسبب خساير بالملايين وبالمليارات لاصحابه فبالتالي احنا دخلنا في ليفل الأعلى اه في قانون لحمايه حقوق الملكيه الفكريه رقم عندنا استراتيجيه وطنيه للملكيه الفكريه وفي دلوقتي. استراتيجيه اطلقها الرئيس انا اتكلمت فيها في اكتر من مكان ف ولكن القانون الموجود من 82 لحد 2002 هو مازال قائم بنفس الوضع عنه واحنا كنا بنتكلم في 2002 فمتكلفيني دلوقتي في 2023 وفي استراتيجيه احنا محتاجين دلوقتي نعدل القانون ده عشان نتوائم مع الامر لان انت خلاص لو الذكاء الصناعي بدا يخش في هذا المجال وهو ده على دخل لان بدا دلوقتي الذكاء الصناعي ممكن يكتب لحضرتك مقاله مجرد ما تديله عنوانها بس والكلمات الافتتاحيه بتاعتها يكتب لك مقاله كامله او يعمل لك بحث كامل ده شفناه على ارض الواقع فبالتالي ده بيقضي على الابداع على الابتكار عند المبدع وده هيعمل إحكام للعاملين في الملكية الفكرية أو المبدعين والمبتكرين في العمل في هذا المجال هيسبب له خسائر فلما كمان تشوف الألحان اللي بدأت تتعمل ميكس من الذكاء الصناعي فده بيضيع حقوق ورثة وأغنيات وثقافة وفكر وحقبة زمانية إحنا عشناها في أيام كلثوم وناس تعبت وناس قعدت بالساعات الطويلة عشان تعمل لحنة وتاخد كلمات فبالتالي كل الحقوق دي هتضيع مع وجود الذكاء الصناعي إن لم يكن التشريع يحمي هذا الأمر لإن احنا بنشوف كمان مش الذكاء الصناعي بس، ده ممكن بعد كده هيغني لك بالصوت اللي أنت عايزاه، ممكن هيكتب لك أغنيات، ممكن اللحن بتاع أغنية معينة مشهورة بقالها 40 سنة يتغير وتعمل ميكس بلحن تاني. وفكرة ف... الحفاظ على الهوية الخاصة بالفنان نفسه يعني ما ينفعش اللحن يغني حاجة بيه كمان. بالهوية يعني ده... بالهوية الدولة نفسها، ها. لأن أنت ما تعملش كنترول على ده وما يبقاش في عندك تشريع على ده، حتى حتى زخرة وعدك رصيدك الفني الزمني من أيام العمالقة. وبعد شويه هتلاقيه تطور فالجيل اللي طالع الجيل اللي طالع اللي ما سمعش ام كلثوم بوضعها اللي هي عليه هيسمع ام كلثوم بميكس جديد، هيسمع ام كلثوم وهي, وهي بتغني لشيرين، هيسمع ام كلثوم وهي بتغني لعمرو دياب، هيسمع ام كلثوم وهي بتغني لمحمد منير، فاصبح الجزء الفني الحقبه الفنيه اللي, اللي انت عليه كل ده عليه علي زي ما بقولها لحضرتك لكن فكره ان انا الاقي ام كلثوم بتغني لمطرب شعبي وارد ده الامر ورد ما, أمر عارف. عارف. وارد ما هو كل حاجه الذكاء الاصطناعي هيدي له امره هيعمله هي مشكله بس المشكله مش في كده وبس المشكله كمان اطفالنا الصغيرين بياخدوا كان تعليمهم الدنيا كان زمان بياخدوها من الكتاتيب من المدارس بيحفظوا قران بيعملوا طيب الوقت لما ابن الصغير طالع ماسك ايباد وبيعمل سيرش عشان عاوز يحفظ صوره معينه هي الصوره المعينه ده مش ممكن تتكتب ويبقى محرفه فيها. من تطبيق الذكاء الصناعي ويعمل لك الذكاء الصناعي تفسير ليها باستنتاجات الذكاء الصناعي فابني يتلقى ده فانا عشان اعمل مستحيلات عشان اغير له قناعته جربت فاصبح الهوارك. الموضوع كمان يريدوا كمان خسائر ماليه يريدوا خسائر ابداعيه يريدوا خسائر ابتكاريه لا انت كمان وصلت لمرحلة أن انت ممكن المعتقد بتاعك وتدينك يروح في حته تانية فبالتالي لو ما فيش تشريع لو ما فيش رقابه على الشركات العامله بالذكاء الصناعي لو ما فيش تسريح لكل شركه بتعمل في الذكاء الصناعي ومتابعه على ارض الواقع ليها وعلى اللي بتمارسه ولو مفيش ضمانات فعليه ان الشركات اللي بتعمل على الذكاء الصناعي دي عندها فتحة حسابات وعندها ارصده ماليه عاليه جدا عشان اي مخالفه يبدا يخصم من الرصيده الماليه اللي موجوده كل ده اللي احنا بندعو المشرع المصري لوضع النظر عليه لان احنا داخلين على منحدر هتستخدمه الدول العظمى لصالحها زي ما بتستخدم اي شيء وهتسيبك كدول ناميه او دول شرق اوسط تعاني منه لان هي هتسيطر عليك وهي اللي هتصدر لك الفكره، هتصدر لك التطبيق، هتصدر لك الذكاء الصناعي، فبالتالي بتبيعه وبتسوقه وبتكسب منه لان اصبح احتلال الدول مش احتلال حروب، يعني كنا زمان لما تيجي تحتل دوله وعايز تاخد مواردها الماليه وعايز تسيطر عليها فبتبعت دبابات وجيش، لا الموضوع دلوقتي بيبعت لك تطبيق، صحيح. تطبيق سعره لما نيجي نتكلم عن تطبيق سعره اتباع ب 44 مليار دولار المبلغ ده بيوازي ارصده واحتياطي نقدي لعشرين ثلاثين دولة من دول العالم فالتطبيق اللي إحنا بنبعد عليه رسالة ونقعد نعلق عليه أصبح ليه قيمة مالية القيمة المالية ده اللي بيستفيد منه الدول اللي أنشأت التطبيق مش الدول المستخدمة إحنا مجرد مستخدمين ومستهلكين مستخدمين ومستهلكين لكن في برضو مشكلة تانية إن إحنا بنستخدم أحيانا هذه التطبيقات عاوز أقول بجهل شوية بمعنى ان انا كل همي ان انا استخدم التطبيق فبالتالي بعمل ابروب او تمرير لسياسه الاستخدام اللي قد تكون بها نوع من انواع القيود زي ما حضرتك ذكرت زي ما موجود في الصين الزام الشركه باخبار المستهلك لكن انا عاوز يعني شغفي ان انا ادخل خلاص التطبيق ده بمرر الموافقه على كل حاجه واقع فريسه في النهايه علشان كده هو ده دورنا كاعلام ان احنا ندق ناقوس الخطر ونلفت الانظار للمشاكل المستقبليه وانا اعلم جيدا ان مجلس النواب يعني لديه سرعه استجابه واكيد هيكون في أكيد. اتخاذ لقرار في هذا على الامر في المجلس وبيدعوا وبيدعو المستشارين وبيدعو المختصين وبيسمعوا منهم وده موجود ولكن ايه هو السرعة في الاداء وزي ما حضرتك احنا عندنا برلمان هو شاب هو احنا فأعتقد البرلمان برلمان الشاب ده هيكون لديه أوكي. سرعه اتخاذ قرار وسرعه استجابه يعني. بنشكر حضرتك دكتور فرج الخلفاوي استاذ القانون شكرا لوجودك معنا في الصباح شرفت بيك فهم شرفت بيك. شدينا فاصل سريع ونرجع نكمل اخر فقره معانا في الحلقه النهارده خليكم معانا مرحبا بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر في هذه الفقرة الهامة جدا لكتير من شبابنا لأن للأسف في شباب كتير بيفتكروا أن التدخين وسيلة أو أداة للتعبير عن الرجولة في حقيقة الأمر الكلام ده منافي تماما وغلط نهائي علشان التدخين من أخطر العادات السيئة اللي قد يلجأ إليها الشباب أحيانا دون علم أولياء أمورهم أو أحيانا يلجأ إليها البعض كنوع من انواع التجربه في البدايه حتى تتحول هذه التجربه الى وسيله اعتماديه بمعنى ايه وسيله اعتماديه اللي انا بلجا لهذه الاداه او للسجاره تحديدا علشان اقدر اعمل او اقوم بمهامي اليوميه اللي انا بعملها فبالتالي بتحول الى ادمان بدلا من التجربه زي ما بدات الى مدمن اسير هذه انت قلت حاجه السبابة. حلوه قوي ان هي بتبتدي التجربه يعني بيبقوا جروب كده من صحاب ابتدى واحد منهم صحاب السوق يدخن ما بيبقاش باين قوي ان هو صاحب سوق بيبقى باين عادي وطبيعي زينا ويبتدي كل واحد يجرب واللي جرب ده يبتدي يعجبه الموضوع زي ما انت قلت ابتدى ايه بالذات الشباب الصغير انا كده كبرت انا كده بقيت راجل اليومين دول يا بس انت طالعه من السجارة طالعه شيشه وفي القعدات عارفه بيعلموا بعض اللي هو يعني ده جرب حقيقي نعم. حقيقي لكن خليني اقول ان انا لو ابني بقى بيدخن في سؤال هنا ازاي اتعامل معاه ايه العلامات او الدلالات اللى ممكن تاكد ان ابنى بيدخن ايه الاثار النفسيه اللى بتدفع الشباب للتدخين طب اللى بيدخن ده اصلا بيدخن ليه يعني النهارده علب السجاير مكتوب عليها يعني السجاير تسبب أو التدخين يسبب السرطان والأمراض والحاجات دي كلها ومع كده الناس بتشتري علب السجاير ومع كده الناس بتدخن وبتكمل النهارده هيجاوبنا على الأسئلة دي الدكتور علي النبوي أستاذ الطب النفسي والإدمان بجامعة الأزهر أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك و... أهلا صباح الخير صباح الخير يا دكتور صباح النور عليك دكتور أعرف إزاي في البداية إن ابني أو صاحبي أو أخويا مدخن يعني بشكركم الأول على الروح الحلوة اللي بينكم دي وأحب أقول للساده المشاهدين في الفاصل أه قبل ما نطلع هوا هو. أه إيه ما لكم إيه اللي حصل اه يعني اتكلمنا عن التدخين وعن إنه ليه لازم الناس تدخن أه بغض النظر عن السكريبت يعني فأحب أنقل برضه الفاصل مفيش إحنا ما السكريبت إحنا <تصفيق> <بتتكلم> <تصفيق> من حضرتك معلومات طبية <applause> هو فعلا <applause> نفيد بيها الجانب الآخر ليه التدخين رغم التحذيرات بيزداد كل يوم لإن السبب بتاعه موجود اسمه القلق. والنيكوتين مهدئ للقلق. ربنا خلق جوانا جميع أنواع المخدرات لكن بتفاعل رباني كيميائي. يعني أنا جسمي دلوقتي فيه نيكوتين. وكل السادة الأطباء اللي شايفيني دلوقتي عارفين إن فيه مستقبلات للنيكوتين في البطن. ومستقبلات للنيكوتين في الجهاز العصبي. فله تأثير مركزي وتأثير طرفي. سموه كده يعني. فتخيل بقى انا جيت دلوقتي انا الحمد لله ما بدخنش لكن آه خدت سجاره وتعودت ان ادخن هيحصل ليا ايه بقى بعد م. شويه هيحصل ان جسمي النيكوتين الرباني هيحصل فيه لخبطه ويعتمد على النيكوتين الخارجي المحروق اللي انا خدته في السجارة لا. بالمناسبه النيكوتين سم خطير جدا اللي احنا بناخده ده نيكوتين محروق لانه لو نيكوتين حي يموت طيب هيحصل ايه ليا إيه بقى بعد شويه اللي هتشوفوه بقى يعني لما تشوفوا الحلقه دي هتفتكروا كلامي ده تخش دائما حمامات كده تلاقي لازم عقب سجارة في الحمام لانه ما يعرفش يعمل تويلت غير بالسجارة آه بعد الاكل عايزين نشرب شاي لازم يحبس بسجارة اذا ما شربش سجارة بعد الاكل هيلاقي نفسه عنده نوزية يعني غثيان عايز يرجع ومش مرتاح المدخن لازم علبة السجاير تبقى مليانة تحت دماغه لانه ما يعرفش ينام غير الوقود بتاعه موجود انا بشبه التدخين والادمان بانه ربنا خلق فيك أه أه وقود رباني مش محتاج انك تنزل كل شويه بنزينه تفول لان الامبير بتاع العربيه على الزيرو مش محتاج تهدر اموالك مش محتاج تهدر اموالك فانت دلوقتي مضطر لده وزي ما قلت لكم هنقل لكم الكواليس السجاير غلط جدا ومع ذلك ممكن الواحد يسيب رزق عياله ويشتكي ان هو مش لاقي كله المرتبات ضعيفه لكن تلاقي العلبه بتاعت السجاير في جيبه اقل علبه سجاير النهارده ب 40 جنيه الى 65 جنيه طيب معلش يا دكتور بتفضل. انا اسفه بس عشان احنا الاسئله دي حضرتك مش يعني ممكن تبقاش عارف قد ايه الناس سالتها لنا دايما الـ الـ الستات البيوت او الاباء بيسالونا انه ازاي اتعامل مع ابني الصغير انا هنا كمان ما بتكلمش على الكبير اللي هو مراهق. آه شرب شاي وعايز يحبس ولا رايح شغل ولا الكلام ده لا آه خالص انا بتكلم على لسه ولد عنده 13 14 سنه جرب مع واحد صاحبه سجارة ابتدى يبقى مدخن ابتدى الاب يشم ريحه سجاير في اللبس النهارده يعملوا ايه يعني الاباء دول برده يتصرفوا ازاي مع النش الصغير بدون تعنيف بدون ما ما ابتدي يعني احسسه ان الموضوع ده ممنوع فيبقى مرغوب اعمل ايه عشان امنع ده؟ هو الاول علاج السبب هو اهم شيء هو ليه ابن بيدخن؟ لانه عنده يا قلق يا اكتئاب يا مشكله يا اما شيء موروث ما هو برده الاب اللي بيدخن عاده ابنه هيدخن عاده الابن طلع شاف حتى لو مش دلوقتي مم. انما ساعات بنشوف الابن يتمرد على الاب يعني لو الاب بيدخن يطلع الابن بيصلي وكويس ويكره السجاير كمان وساعات الأب ما بيدخنش والابن يتمرد ويطلع مدمن ساعات، يعني في كل الأشكال. هو أهم شرط إذا عرفت السبب زي ما قلنا أنت إجابة لسؤالك المهم في المقدمة، طب ليه مكتوب عليها سرطان وبندخن؟ لأنه هو لما دخنها ما جالوش سرطان. فإحنا بنصدق الواقع ما بنصدقش المكتوب. وبنشوف ان ناس عندها 70 و80 سنه بيدخنوا ف وبنشوف ناس جالها سرطان وما بيدخنوش فالفكر الواقعي لانها بتضر مش موجود وبنشوف النخبه بتدخن والابطال بتدخن واحيانا وكل... الممنوع مرغوب والممنوع مرغوب وكل ال... القدوه وال... والمثل العليا بالنسبه لنا شفناهم بيدخنوا وكل ابطال هوليود والنجوم بيدخنوا لكن المثال انه حد يطلع يقول انا رياضي ما تدخنوش حاولوا تعملوا ده كان نادر ومش بإلحاح بس يعني لما شفنا محمد صلاح عمل حمله لما جابوا محمد صلاح في الحمله حتى ما كانتش بيرسيستنت مش موجوده على طول انما بس كان انا بشوف البطل كتير جدا يعني عرفنا من يعني القائمين على الخط الساخن لادمان المخدرات ان نسبه الاقبال للتعافي بقت مرتفعه جدا ففكره ان انت تصدر قدوه وبطل حقيقي علشان خاطر ي... يوعي الناس اعتقد ده امر مطلوب. دي الشيشه اللي اتكلمنا فيها بقى انها بقت مظهر اجتماعي وبنكهات الليمون والنعناع والحاجات وبقت بقى يعني بقت ستايل ما, ما يخوفش، ايه من دخن شيشه ده ليمون ونعناع وتفاح و... وخوخ ومش عارف ايه، فبقت كمان الخوف منها القبول الاجتماعي بالمناسبه. لو سالنا ليه التدخين بيزيد؟ لانه القبول الاجتماعي له كعلاج كجزء علاجي م. اسهل من اني اروح لدكتور يعالجني من القلق واديني مخدرات وبقيت بروح لدكتور نفسي فده شيء يخوف انما ما كل الناس بتدخن فاشرب سيجاره اسهل لي. طيب اذا فتحت الباب ولقيت ابنك بيدخن الاحسن تقفل الباب يعني ما تضربوش ولا تتخانق ولا تزعق ليه بقى؟ لان هو كان بيدخن من وراك وبيدخن ومحدش موجود وبيهول اوضه بيجيب بيحط نعناع في بقه عشان يداري ريحه السجاير بيقتطع لها جزء من مصروفه بدون ما نعرف لكن إذا عرفنا هيبقى ده شيء مقنن بقى يبقى خلاص هتولي بقى فلوس الدروس وفلوس المصروف وهتولي كمان السجاير بتاعتي فالخناقة والضرب والزعيق هيفيده مش هيحل المشكلة لكن أنا كأب هرجع لنفسي تاني ونعمل حاجة اسمها كلوز اوبزرفيشن يعني تقعد معاه جنبه على طول يعني الوقت وده على فكرة لأي عادة سيئة لو حد بيشتكي لي إن ابنه بيعمل اي عاده سيئه هقول لك اعمل الكلام ده آه مارس رياضه بقى باستمرار آه شجع هواياته لازم يكون معظم الوقت حد زي ضله هتقول لي معقوله اقول لك اه يعني على قد ما تقدر على الاقل يبقى قللت العاده السيئه هي هتفيده بقى نفسيا في انه هو يلاقي ناس بتحبه ناس مهتمه بيه ناس بتشجعه في جانب ايجابي هو هيراجع نفسه ويقول انا كنت ماشي غلط آه ابنك هيدخن لو له صديق بيدخن حتى لو فضل ما يدخنش لانه احنا بيننا وبين السيجاره حاجز حاجز ان انت لما بتخش مكان جرب كده تدخل عربيه كان فيها واحد مدخن قبلك هتلاقي نفسك مضايق اوضه مقفوله مكيفه وفيها بس سجارة في طفايه اللي ما بيدخنش بيتضايق قوي وفي ناس عشان ما تتضايقش يضطر يدخن عشان ما بيقدرش يتحمل ان هو يستحمل الريحه والباس في حتى المدخنين انفسهم بيشتكوا اصلا من ريحه السجاير اه هو بيشتكي لو هو ما بيدخنش آه؟ انما لما بدخن لا ولو مدخن وشم ريحه سيجاره جنب منه بيقول لك ريحتها وحشه آه رغم ذلك. هو انما هو السجاير عامله زي الفسيخ كده اللي ما كلش والبصل اللي ما كلش هو اللي متضايق لكن اللي, اللي, اللي اكل ما, ما بيتضايقش طب انا ازاي دكتور اربي في ولادي قوه الشخصيه الكافيه انه ما يندركش تحت اي حاجه من خد جرب ايا كانت هتجرب ايه؟ هتجرب سيجاره هتجرب اي نوع من انواع المخدرات ايا إن كانت ايه هي ازاي آه، اخلي الولد الصغير المراهق اللي عنده 13 سنه ما يبقاش منساق من صحابه الاكبر منه من الانترنت من الحاجات دي كلها اعمل كده ازاي اربي فيه ايه. هو يعني الحل ربنا سبحانه وتعالى اللي هو من زمان انه ما تتبعش الشيطان لا ما تتبعش خطوات الشيطان لانه الشيطان ما بيقولش يسرق مره واحده انما بيقول له انت محتاج فلوس روح بس خد سلف مش عارف ايه طب خد وابقى رجعها يعني هو فانت لو صاحبت واحد مدخن صاحب ده, ده اول خطوه الصاحب ساحب هيشدك لده هو الفكره بتيجي ازاي ان هو في واحد بيدخن وانت ما بتدخنش هو بس هيقول لك هات لي علبه سجاير وانت جاي فهو هنا كسر فجوه كنت انت بتخاف منها. لا انت تروح كشك سجاير او مكان سجاير وتقول له لو سمحت علبة سجاير فيديك على انك انت مدخن. وده موجود في كل حاجه حتى اللي بيشرب هارد درينكس برضه كده في صح. واحد ما بيشربش ويسكي لكن زماله بيشربه، فيقول له روح هات لنا. فهو هنا اول حاجه كسر الحاجز، اتنين ان انت تقعد في وسط بيدخن فبالتالي ثلاثة القدوه ان انت شايف ان اللي بيدخن ده كويس. فا أو بيحل مشكلته بالتدخين. صحيح. وده موجود على على مستويات كتيرة قوي هيحصل إيه بقى بعد شوية؟ طب دكتور علشان أول ما تتحط في أزمة تدخن. نعم. مم. علشان الوقت للأسف أه, بيدهمنا يعني عاوزين سريعاً جداً من حضرتك نصايح نقولها لكل أولياء الأمور علشان خاطر يخلوا أولادهم المدخنين يقلعوا عن هذه العادة السيئة. طيب آه، لو أنت عايز تربي ابنك ما يدخنش، أول حاجة أنت ما تدخنش. نمره اتنين ما تنصحوش ما يدخنش اي حاجه عندنا بالامر المباشر زي ما حضرتك قلت الممنوع مرفوض والامر بيبقى عكسه يعني في الحكم سيدنا الحسن البصري يقول امرنا بالصبر فجزعنا ولو امرنا بالجزع لصبرنا يعني ايه فما تقعدش تدي نصايح النصايح عندنا ده شيء مرفوض انما القدوه اتنين حل المشاكل وانت في ظهره يعني انت عارف ابنك بيعاني من ايه عنده توتر عنده مشاكل انت ساعده بالنصيحه اللي هي القدوه، انا وانا في سنك لما مريت بالخبره دي حصل لي كذا. اي بنت ايا كانت لما تكبر هتبقى نسخه من مامتها، اي ابن مهما كان باباه بسيط وشخص بيتعامل في المجتمع، مهما كان حاصل على دكتوراه وماجستير هيفضل في الاخر نسخه من الاب والام، صحيح. فاعظم نصيحه بنقدمها في صباح الخير يا مصر النهارده هو العلاج بالنمذجه الموديلنج. ان انت شخصيتك هي اعظم روشته بتكتبها للمريض بتاعك وشخصيتك هي اعظم نصيحه بتديها لاولادك سواء ولد او بنت وده اللي هيخليهم بعد شويه لما يمروا بازمه زي انا ما قلت قبل كده مش يدخن لا بابا تجاوز ازمات زي دي وماما مرت بازمات زي دي وتجاوزتها وكانت كويسه جدا فانا طالع زيها واحسن بابديت بقى يعني كل كل مر سيمر الذكاء الاصطناعي زي ما قلت يعني كل مر سيمر ولكن بالحكمه والصبر وفكره ان انا ما بقاش واعظ وملح على ابني بالحاله أساسه ففكره المسيسه دي اعتقد بتكون سبيل للعلاج واولى طرق العلاج على اي حال بنشكر حضرتك دكتور علي النبوي استاذ الطب النفسي والادمان شكرا بجامعه ليك. الازهر شكرا, شكرا لوجودك معنا في صباح الخير شكرا, شكرا يا دكتور بنتمنى ان كل الاباء والامهات اكيد ان هم يعملوا زي ما انت قلت ما ي... ما, ي... ما يركزوش يعني او لو فتحت الاوضه لقيت ابنك بي... بيشرب سجاير ما, ما تواجهوش الا لو انت مستعد للي هيحصل بعد المواجهه شكرا ليك يا فندم شكرا كل الشكر شكرا خلصت لي. حلقتنا بكده مشاهدينا نشوف حضراتكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد بنصبح عليكم صباح الخير يا مصر